تحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم. استكمال المرحلة السادسة بدوري الفا للفوتبول عم يخدنا للبقاع لبلدة النبشيد تحديدا، مطرح ما فريق البقاع عم يستضيف النجمة يلي وصل الى البقاع امبارح وبمهمة وحيدة بعد ما تابع فوز العهد على طرابلس بنتيجة 2-0 وقبضوا على الصدارة. مهمة النجم اليوم استعادة المركز الاول من ملعب بيعرف كتير منيح النجمويين مدى الصعوبة عليه باربع مواجهات سابقة مع اصحاب الضيافة. النجم ما قدر يفوز الا مرة واحدة كانت بالموسم الماضي بنتيجة 2-0 بهدفي حسن معتوق والمهاجم النيجيري السابق للفريق النبيذي، عم بحكي طبعا عن كبير موسى. فريق البقاع دائما عنيد على ارضه، صحيح سقط هون هالموسم امام العهد وسقط امام شباب الساحل، لكن بغض النظر عن هالمباراتين بنعرف كثير منيح مدى قوه فريق البقاع عندما بيلعب ببلده النبشيت، الملعب يلي معتاد دائما على خوض مباريات عليه، على خوض التمارين عليه، يعني بعكس المواسم السابقه البقاع عم بيقود تمارينه كلها بملعب بلده النبشيت بمعظم لاعبينه يلي هن طبعا من ابناء البلده وابناء الجوار. بالتاكيد فارس يعني النجم اليوم امام المهمه الصعبه، الضغط كله على النجم لتحقيق الفوز، وجمهور النجم الكبير حضر مره جديده ليكون موجود خلف فريقه بالمهمه يلي ذكرتها وهي العوده الى بيروت بالنقاط الكامله. مساء الخير شربل، ومساء الخير كمان لكل مشاهدي الام تي في من البقاع، من بلده النبشيت، من ملعب النبشيت. نحن معكم مباشره على هوا لنتابع المباراه المنتظره. هي اول مره النجم عم بيلعب على ملعب صغير هذا الموسم، اذا بدنا نقول اول اختبار له على ملعب صغير، ويمكن يكون سلاح وسيف ذو حدين مثل ما بيقولوا. الملعب كثير بيعرفوا منيح فريق البقاع او فريق النبشيت سابقا. هون عم نشوف سيلين الديراني الطفلة الصغيرة يلي بتبلغ من العمر 5 سنوات ويلي كان عندها مرض العضال ويلي حمد الله 100 مرة شفيت منه، وهي رسالة ان شاء الله يا رب لكل يلي بيهتموا ولكل المعنيين انه نساعد كل هالاطفال والفرحة ترجع لقلوب الاهل مثل ما عم نشوف. من البقاع سلام لأطفال اليمن، كمان يافطة عم بيرفعها نادي البقاع الرياضي، وكمان جمهور النجمة وجمهور البقاع اليوم بأعداد كبيرة عم بيوصلوا على الملعب لمؤازرة الفريقين. اليوم النجمة مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز، أي نتيجة غير الفوز بتخلي العهد يكون بالمركز الأول، أما النجمة عم بيسعى لفوزه السادس على التوالي. إيابا الموسم الماضي شرب لكم بمرحلة الذهاب ربح 2-0 نجمة صحيح، وإيابا جدد فوزه 1-0 بصيدا ضمن الأسبوع 13. لهالسبب الموسم الماضي 6 نقاط كاملين كان النجمة عم ياخذهم من فريق النبشيت أو البقاع حاليا لأنه تغير اسمه لنادي البقاع، والموسم الحالي فريق البقاع بيوعد كمان انه يكون عنده مستقبل مميز، خاصة انه بيعتمد باغلبية الاوقات على عناصر المحلية، العناصر اللي موجودة وقريبة من البقاع. كرة البداية وقائدي الفريقين مالك الموسوي وقاسم الزين بغياب علي حمام، علي حمام الغايب بسبب الإصابة وبالتمرين من يومين صار عنده شد عضلي، وبيكمل ماهر صبرة، محمود سبليني، أحمد جلول، وعلي علاء الدين عم بغيب شربل بموجب البطاقة الصفراء الثالثة، ما راح يكون موجود اليوم مع فريق النجمة، وفي أكثر من لاعب بصفوف فريق النجمة بده ينتبهوا معهم بطاقتين صفر. عم نحكي عن أحمد ديب، دريسان يونغ، وحسن محمد. خلينا نمر بشكل سريع فارس على تشكيلة الفريقين بداية من أصحاب الضيافة اللي عم يمثلهم اليوم بحراسة المرمى مصطفى بواب، بخط الدفاع حمزة عبود، الداير هرنانديز باسانتا، المدافع الكولومبي حسن هزيمي وكالفين داو، جهاد أيوب ومالك الموسوي كلاعبي ارتكاز، على طرفي الملعب إبراهيم أبو حمدين وعلي موفق الموسوي، بينهم موجود داوود ديامي اللاعب السنغالي، وبالمقدمة المهاجم النيجيري الخطير جدا إيمانويل بيلو. أما تشكيلة فريق النجمي لليوم فهي عباس حسن بحراسة المرمى، علي بزي من الجهة اليمنى، عبد الفتاح عاشور من الجهة اليسرى بالدفاع، قاسم الزين وأحمد ديب كقلبي دفاع، ريسان يانج وعمر زين الدين جنبا إلى جنب بخط الوسط، أيضا أمامهم ثلاثي مؤلف من حسن محمد، نادر مطر، وحسن معتوق، وبالهجوم فيليبي دوس سانتوس. على مقاعد بدلاء النجمة علي السبع، حسين شرف الدين، أمير القصري، أندرو صوايا، أبو بكر المال، محمد جعفر، وعلي الحاج. أما على مقاعد بدلاء البقاع موجود أحمد قرحان، إسماعيل فاضل، محمد أدوح، حسن علوي، محمد الموسوي، حسن دنش، ومحمد أيوب. المباراة يلي عم يقودها اليوم علي رضا، سامر بدر، سليم سراج، وحكم رابع مصطفى سعيفين. بهاللحظات إذن عم ينطلق اللقاء بين البقاع
وضيفه النجمة. مباشرة التحية متجددة لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا من بلدة النبيشيد بهالنقل المباشر للمباراة المهمة جدا، مباراة ممكن تغير صورة الترتيب بدوري الفا. طبعا في حال قدر فريق البقاع يحقق نتيجة إيجابية بمواجهة النجمة بمباراة اليوم، إذا أسقط النجمة بفق التعادل الصدارة طبعا رح تكون مغايرة عن الأسابيع الماضية، ما رح يكون النجمة وحيدا بالصدارة. العهد رفع رصيده امبارح إلى 16 نقطة، النجمة قبل هالمباراة عنده 15 نقطة، والسباق إلى اللقب وإلى المركز الأول انطلق بقوة بين الفريقين مع وصولنا للمرحلة السادسة. حمزة عبود عم ينفذ رمية التماس، داوودا عم يحاول يلحق فيها، كرة مقطوعة من دفاع النجمة أحمد ديب تحديدا، أيضا مالك الموسوي على مشارف منطقة خطير جدا عم تسديد، التسديدة من داوودا أول إنذار بالمباراة عم يكون لفريق البقاع. قلت لكم حافظ الملعب منيح، بيعرف كتير منيح الملعب، داوودا عم بيهدد مرمى النجمة بتسديدة خطيرة جدا. مالك شوفه على مشارف المنطقة، هون نقلت الكرة جميلة، شوفوا الحركة، لعيب داوودا، لعيب داوودا موفق كتير فريق البقاع الموسم بأجنبه. عم بحكي عن داوودا وعن إيمانويل وعم بحكي أيضا عن ألداير إرنانديز المدافع الكولومبي، رح تعرفوا كتير منيح عن اللاعبين بأول إطلالة عبر شاشة ام تي في لفريق البقاع الموسم. معركة مرمى حاليا عند عباس حسن، بيلعب الكرة للأمام، الصراع الهوائي بين فيليبي وحسن هزيمة بتروح لعند حسن لمحمد، كرة منقولة من حسن هزيمة للجهة اليمنى، إبراهيم بوحمدين أيضا من اللاعبين يلي برزوا بالموسم الماضي مع فريق البقاع طبعا تحت مسمى النبيشيد، لاعب من الفئات العمرية إلى الفريق الأول. إدريس أنيانغ هون كان في صافرة، يعني طبعا الاحتكاكات رح تكون كبيرة على أرض الملعب، ملعب صغير مثل ما ذكر فارس بوقت سابق، بالوقت يلي حاليا في كرة أمامية بين يدي الحارس مصطفى بواب. النجم بالمباريات الأخيرة قدم نفسه بشكل قوي على الصعيد الهجومي، وبالتالي بيأمل اليوم أكيد مش بس استعادة المركز الأول، بيأمل أقله تسجيل هدف أو هدفين ليكون صاحب أفضل هجوم بدوري ألفا. عنده 13 هدف فريق النجم لحد الوقت، بالمقابل العهد صار معه 14 هدف امبارح بعد هدفي لمحمد حيدر بمرمى فريق طرابلس. المباراة الصعبة جدا كانت على العهد، لكن طبعا خرج بالأهم، خرج بالمطلوب مثل بالمراحل السابقة والمراحل الماضية، كان في علامات استفهام على أداء فريق النجمة، لكن النجمة كان عم يحقق الأهم بالنسبة له وهو نقاط ثلاثة. بالوقت يلي فيليبي دو سانتوس بيحاول يسدد الكرة، مقطوعة وسط التكتل الدفاعي البقاعي، وهون أيضا في صافرة وفي خطأ لمصلحة حسن هزيمة. يعني دائما فارس مباريات النجمة والبقاع على هالملعب كانت حافلة، دائما الملعب الصغير مثل ما كنا عم نقول بضيق كثير الفرق الكبيره، وبيساعد اكثر الفريق المضيف اللي بيكون حافظ الملعب عن غايب. وحتى بالشتاء وقت بتكون الارض هون ثلج، نحن على ارتفاع 1180 متر عن سطح البحر، يعني على امتداد هالطقس والشتاء والثلج اللعيبه بيتمرنوا على هالملعب ما بيغيبوا ابدا ابدا. هيدا اللي عرفناه من رئيس النادي السيد احمد الموسوي، وطبيعي يكون عندهم افضليه الملعب قدام فريق النجمه. فريق النجمه اليوم بيعرف كثير منيح انه بده ينسى الغيابات، بده يطلع للمباراه السادسه على الطويله، بده يجرب يجيب ثلاث نقاط ويرجع على بيروت ليفكر بمباراته المقبله اللي رح تقوم بمواجهه فريق التضامن سور، بينما فريق البقاع رح يواجه فريق الانصار الاسبوع المقبل على هالملعب. يعني باسبوع واحد رح يستضيف فريق البقاع النجمه والانصار ورا بعض ببلده النبيشيد. كره داخل منطقه الجزاء بيبعدها دريسا، الخطر موجود. عاشور اليوم عم يلعب بمركز الظهير الايسر من بعد ما كان الاسبوع الماضي بمركز الظهير الايمن، محاوله جديده كمان وفي ركله مرمى رح تكون لصالح فريق النجمه. فوز الأكبر كان بين الفريقين، عم نحكي النبيشيد سابقا والبقاع حاليا، هو للنجمة 4-0. البقاع بآخر أربع مواجهات ما سجل ولا هدف بمرمى فريق النجمة، كان يا يتعادلوا سلبا يا النجمة كان عم بيفوز. كمان فريق البقاع عنده مهاجم من الطراز الممتاز، المهاجم النيجيري إيمانويل بيلو لاعب رقم 99، وداوودا لاعب رقم 90 اللي بيلعب ورا ايمانويل
دغري بيكونوا اثنين الثنائي بشكله خطر كتير كبير على مرمى الخصم، واليوم الاعتماد بشكل خاص رح يكون على هاللاعبين بخط الهجوم بمحاولة منهم إلى جانب أكيد علي الموسوي وإبراهيم أبو حمدين لهز شباك فريق النجمة. بده وقت أكيد فريق النجمة ليفوت بأجواء المباراة وأجواء الملعب. حسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق، حسن 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 بيتقدم بيمرر لفيليبي، فيليبي بيرفع الكرة داخل منطقة جزاء، الخطر موجود وبالنهاية عم بيبعدها المدافع الكولومبي الدير هرنانديز عم بيبعد الكرة. فرصة لفريق النجمة بس اليوم مباراة ما رح تكون سهلة أبدا. على الورق أكيد فريق النجمة باعتبار أنه النجمة هو بالمركز حاليا الثاني والبقاء بالمركز الثامن، بقى حقق انتصار وحيد على الرسي، تعادلين وخسارتين بس على أرض الملعب ما حدا بيعرف. فريق طرابلس كان قريب كتير امبارح أنه يخطف التعادل على الأقل من فريق العهد، بس يلي ما بيسجل مثل ما بنقول دايما بده يدفع ثمن الفرص الضايعة. حسن محمد الكرة أمامية لفيليبي دوس سانتوس الجرافي البرازيلي يلي عم بيطالب هون بلمسة يد، كان على الدير توصل الكرة لمعتوق المتسلل، معتوق كان بوضع تسلل استفاد من الكرة أخذ الكرة وبيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل. الحكم سليم سراج، سليم سراج والحكم الثاني سمير بدر هو الحكم الأول اليوم المساعد الأول، بينما حكم المباراة علي رضا. فرصة على الجهة اليسرى مع بيلو يلي بيمرر الكرة بتوصل عند إبراهيم أبو حمدين، إبراهيم أبو حمدين، إبراهيم أبو حمدين بيتقدم بيتقدم بيتقدم، إبراهيم أبو حمدين بيلعب الكرة لجهاد أيوب، جهاد أيوب بيسدد كرة عالية، كرة عالية جهاد أيوب فوق مرمى الحارس عباس حسني اللي عم بيرجع لتشكيلة فريق النجمة من بعد ما الأسبوع الماضي كان علي السبع هو الحارس الأساسي. علي حمام من يومين وخلال التمارين أصيب بشد عضلي فلهالسبب غايب عن مباراة اليوم. جمهور كبير عم يتابع المباراة، جمهور فريق النجمة من البقاع ومن بيروت ومن كل المناطق عم بيجي ليحمس ويشجع فريقه. كرة مع إبراهيم أبو حمدين بيتقدم، إبراهيم معه داوودة بفضل يرجع الكرة لحمزة عبود يخسر الكرة، عمر زين الدين بيتقدم عمر لنادر مطر، نادر مطر بيلعب الكرة أمامية، حمزة عبود بيبعدها بيقطعها للكرة. الموسوي ممتاز هاللاعب كتير بيعجبني مالك الموسوي، وحسن هزيمة بالرواق يلي عندهم إياه، كرة عم ترفع الداخل منطقة جزاء وكيد كيد فريق النجمة يدفع ثمن خطأ عباس حسن، كيد فريق النجمة والعناية الإلهية هون عم بتخلص فريق النجمة من الهدف الأول بالمباراة. عباس حسن للحظات أخطأ بتقدير الكرة، فكر الكرة عم بحطها خارج المرمى وكادت تخضع حارس المرمى النجماوي، ونشوف الهدف الأول لفريق البقاع. إدريسا نيونغ بيتقدم، إدريسا بيتعرض للعرقلة والخطأ نجماوي. شربي الهيدا اللي عم نقوله بالإعادة، خلينا نشوف شو كان عم بيصير هون. الكرة أول مرة والتاني مرة عباس حسن عم بيخلص مرميه من الهدف الأول بالمباراة. يعني فعلا سوء تقدير كبير كان بين عباس حسن للكرة الأخيرة وكاد يتلقى النجم هدف أول بالمباراة. هذه الفرصة الثانية الخطيرة على مرمى النجم، ودائما خلف الفرص الخطيرة هو داوودة يلي كان عم يلعب هو الكرة العرضية بالوقت يلي حاليا في صافرة وفي خطأ لمصلحة فريق البقاع. الكرة عم تتنفذ، التقدم أيضا موجود من علي موفق الموسوي تحديدا كان قريب من التوقيع لنادي النجمة، وبعد ما تدرب مع النجمة عاد إلى فريقه الأم، عاد إلى فريق البقاع بالوقت اللي حاليا المرور هون في صافرة. أيضا علي رضا عم يعطي خطأ جديد لمصلحة البقاع تحت أنظار جمهور النجمة الكبير الموجود بالمدرجات، يعني الجزء المخصص لجمهور النجمة ممتلئ على الآخر الوقت اللي حاليا. اذا في ركلة حرة لفريق البقاع حوالي 6 لاعبين من البقاع داخل منطقة الجزاء، الكرة مقطوعة من فيليبي وبين يدي عباس حسن
بالوقت يلي مباراة الإخاء الأهلي علي والرسنج اللي كانت انطلقت الساعة 2:15 عم يتقدم فيها الإخاء بنتيجة 2-1 على الرسنج. كان تقدم الإخاء بهدفين وقبل 4 دقائق على النهاية عم يقلص الرسنج الفريق. أكيد رح نوفيكم أول بأول بكل اللي عم يصير بمباراة الإخاء والرسنج. بالوقت يلي فيليبي عم يتلقى هالكرة عم يحمي كرته بشكل جيد المهاجم البرازيلي. فيليبي تحت الضغط بيعود للخلف لعند أحمد ديب. أحمد بحرك الكرة لعند قاسم الزين يلي بيدركها باتجاه علي بزي. علي أيضا سبق ولعب على هالملعب عند مكان بصفوف فريق الناشئين وقبل انتقاله من هالفريق تحديدا للنجمة. رمي تماس على الجهة اليسرى. داوودا عم يتحرك بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، سريع جدا اللاعب السنغالي. بيلعب الكرة باتجاهه لإيمانويل، بحاول يحضرها لعند علي موفق الموسوي. أيضا الكرة على مشارف المنطقة، في خطورة هون مع الكرة الأمامية مجددا بين يدي عباس حسن. بدهم ينتبهوا كثير منيح من داوودا لاعبي النجمة، اللامركزية اللي عم بيكون عنده اياها والحرية اللي عم بيكون عنده اياها على ارض الملعب اللاعب السنغالي، فعلا ممكن تتعب الدفاع النجموي مع انتقاله من الجهة اليمنى الى الجهة اليسرى تحديدا. كرة مقطوعة هون من حسن هزيمة. فريق البقاع عم يحاول يطلع من الضغط لكن عن طريق الخطأ الكرة بتصطدم بحمزة عبود وبتروح لرمية تماس نجموية. عمر زين الدين على ضيق المساحة بهالملعب بدون شك. بتمنى بمصلحة النجمة أبدا بالوقت يلي حسن محمد بحاول يمر داخل المنطقة عم يسقط ما في أي خطأ، الأمور واضحة فقد توازنه حسن محمد. هزيمة بيلعب الكرة للأمام لعند إيمانويل بيلو. هيدا إيمانويل بيلو اللي كان ورق الانتصار الأول للبقاع هالموسم على الرسنج بالمرحلة الأولى على هالملعب بالتحديد. كان سجل هدفي الفوز بالمباراة يلي فاز فيها البقاع بنتيجة 2-0. أيضا داوودا بصراع جديد على الكرة وإلى خارج أرض الملعب إلى رمي التماس المعتوق. وأيضا مالك الموسوي إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس جديدة. كثير رح نشوف الكرة خارج أرض الملعب على ما يبدو مع تضييق المساحات يلي عم يعملها فريق البقاع ببداية هالمباراة. هيدا الداير هرنانديز باسانتا المدافع الكولومبي، منه لعند كالفين داو، منه لعند جهاد أيوب. جهاد أيوب وكالفين داو القادمين من فنزويلا، طبعا لاعبين من أصل لبناني وأجوا من فنزويلا ووقعوا على صفوف او على كشوفات فريق البقاع لينضموا لصفوفه وبالتالي يكونوا معهم هالموسم. كالفين كان بالموسم الماضي ايضا مع الفريق، جهاد ايوب انضم له بالموسم الحالي. مع كره بالخلف ملعوب من عمر زين الدين لكن لوين لوين، بعيد جدا عن اي لاعب نجمي. يعني شربي الامور واضحه لهلا، فريق النجمه ما سدد بعد ولا مره على مرمى فريق البقاع، بينما فريق البقاع عم بيكون عنده محاولات اكثر على منطقه جزاء فريق النجمه، ومحاولتين كانوا خطرين كثير لافتتاح التسجيل. في ركله حره هون وخطا رح يكون لصالح مالك الموسوي. مالك الموسوي وادريسا ليونغ المواجهه بيناتهم. الحكم علي رضا يلي بيتدخل ليوقف هالشيء. مباراه بده فريق البقاع ياخذ 3 نقاط، معنوياتهم عاليه كثير، متفقدين كثير كانوا قبل هالمباراه، وفريق النجمه كمان بيعرف صعوبه هالمباراه، ولو انه 3 نقاط كمان من حق فريق النجمه المتصدر السابق بانتظار انتهاء مباراته. الجرافه البرازيليه، الجرافه البرازيليه، فيليبي دوس سانتوس عم بيوقف باخر حاجز من اللاعب الكولومبي هرنانديز اللي عم بيوقف فيليبي دوس سانتوس. ممنوع يروح فيليبي دوس سانتوس على المرمى، الهيئه فيليبي عنده اصابه صغيره. فيليبي دوس سانتوس على ارض الملعب بعد احتكاك اللي صار، وهالشيء بيتطلب دخول طبيب فريق النجمه مازن الاحمديه لمعالجه فيليبي دوس سانتوس.
بانتظار إشارة من علي رضا ليسمح لطبيب الفريق بالدخول، أو إذا الأمور مشيت ما في لزوم أبداً للمعالجة الطبية، لأنه المعالجة الطبية بتعرفوا بتخلي اللعيب يظهر بعدين من بعد ما يتلقى العلاج من الملعب ليرجع ويدخل بناء لإشارة حكم. رامي تاميس، كيكي غارسيا هو كوتش فريق البقاع بهالمباراة. عاصم الزين ناطر ليشوف إذا رح ياخد فريقه المبادرة والركلات حرة ليتقدم ويسندهم بالكرات الرأسية. إيمانويل بيلو مع اعتراض من أحمد ديب، يعني عم يطالب أحمد ديب بلمسة يد على إيمانويل. داوودا بيتقدم، ثلاث أجانب ثلاث جديد هالموسم مع فريق البقاع تحت أنظار جمهور كبير عم بيتابع المباراة. داوودا بيمرر، ما زالت الكرة مع فريق البقاع بمحاولة كمان لخلق الضغط أكثر على مرمى عباس حسن. جهاد أيوب بيلعب الكرة لكالفن، كالفن بيسدد، كالفن ضو، وفرصة كاد تكون لإيمانويل بيلو بالنهاية بين إيدين عباس حسن. فريق النجمة بعد ما لقى الإيقاع أبدا المطلوب منه ليهدد مرمى حارس فريق البقاع مصطفى بويب. بمنتصف الملعب فريق البقاع بيكون أفضل، بيقدر يتناقل الكرات بطريقة أسهل ليوصل لمرمى فريق النجمة. هيدا اللي عم نقوله. مالك الموسوي بيلعب الكرة لعند علي الموسوي، بيتقدم لجهاد أيوب. جهاد يعكس الكرة، وفرصة لفريق البقاع مع تسديدة خطرة رح تكون بس إلى جانب مرمى الحارس عباس حسن. المحاولات عم بتكون جدية، وأكثر من مرة فريق البقاع عم بيسدد، عم بيجرب يعمل أي شيء ليقدر يفتتح التسجيل. جمهور النجمة كمان ناطر أي مبادرة من فريقه. وبالإعادة عم نشوف التسديد القوي كتير، صاروخ أرض كان، بس الكرة كانت بعيدة عن مرمى الحارس عباس حسن. الموسوي بيبعد الكرة، بزي إدريسا كرة أمامية بين إيدين مصطفى بويب من دون أي مشكلة أبدا. ما رح يكون في أي مشكلة لحارس مرمى فريق البقاع. التقاط الكرة كالفن داو لعلي برجع لك كالفن، منه لداوودا. داوودا بمنتصف الملعب تروح لعند هيرنانديز، برجع لها الهزيمة منه لحارس مرمى مصطفى بويب اللي بيشتت الكرة لخارج الملعب. رامي تاميس رح تكون لفريق النجمة. رامي تاميس نجموية مع علي بزي بيتقدم لينفذ الكرة. هذا اللي كنا عم نقوله من بداية المباراة، انه الملعب الصغير بيزعج كتير الفرق يلي معودة على الملاعب الكبيرة، يعني السهلة منا سهلة ابدا. رح تكون زيارة النبي شيت لأي فريق بده يطلع يلعب هون، فالفريق اللي بيقدر يربح وياخد ثلاث نقاط بيكون عمل إنجاز كتير كبير. هذا اللي شفناه مع فريق العهد، اللي شفناه مع فريق شباب الساحل. اليوم بانتظار مباراة النجمة، والأسبوع المقبل مباراة الأنصار كمان على نفس الملعب. نواب بيلعب الكرة عالية، داوودا لجهاد أيوب كمان مرة لداوودا بيتقدم. داوودا لمين بده يمرر؟ لعلي الموسوي على الجهة اليسرى، برجع الكرة لعند جهاد أيوب منه لداوودا. داوودا على الجهة اليسرى معه علي بزي، بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء وبين إيدين عباس حسن من أطول حراس المرمى بلبنان، وعنده تايمينج كمان ممتاز بالكرات العالية والكرات الرأسية. وبداية مباراة لهلا شربين أهداف ما في، بس مباراة سريعة بتكون من الفريقين. بهالوقت فارس عم تنتهي مباراة الإخاء والراسينج بفوز الإخاء بنتيجة 2-1، هدفي الفريق الجبلي سجلهم أحمد حجازي والبرازيلي كارلوس ألبرتو. بالوقت هدف الراسينج الوحيد سجله حسن القاضي. حمزة عبود حاليا عم يلعب الكرة الأمامية البحث عن إيمانويل بيلو، لكن حاليا عباس حسن عم يخرج لملاقاته. كرة عم تلعب لعند قاسم الزين،
على الجهة اليمنى علي بزي. الضغط بوسط الملعب لحد الوقت عم ينجح من خلال جهاد ايوب ومالك الموسى وطبعا ابراهيم ابو حمدان وعلي الموسى من ايقاف النجمه ومنعهم من عمليه بناء الهجمه بمنطقه وسط كرمالاك. عم نشوف الكرات الطويله الاماميه عم يضطروا يلعبوها لفيليبي دو سانتوس الموجود بين كماشه الداير وحسن هزيمه، وبالتالي تعطيل المفاتيح الهجوميه للنجمه عم ينجح لحد الوقت بالنسبه لفريق البقاع اللي عم يحصل حاليا على خطا من مكان خطير جدا. إيمانويل بيلو تحديدا على مشارف المنطقة كان موجود وعم يحصل على الخطأ، عم ياخذ ثقة أكثر وأكثر مع مرور الدقائق فريق البقاع. وليش لا، عنده الطموح الكبير بافتتاح التسجيل بهالمباراة مع الركلة الحرة الموجودة حاليا خلف الكرة. جهاد أيوب ست لاعبين مجددا من البقاع داخل منطقة جزاء النجمة، كل لاعبي النجمة بالدفاع ما عدا حسن معتوق الموجود لمحاولة بناء الهجمة المرتدة في حال ارتدت الكرة لعنده. بتنفيذ الركلة الحرة، إذا رح يكون في تسديدة مباشرة على المرمى. هذا الأمر يلي عم يعمله جهاد أيوب خطيرة جدا، والإنجاز عم بيكون لعباس حسن هالمرة. مرة جديدة البقاع عم يدق مرمى النجمة وباب النجمة وعم يوجه له انذار جديد، الانذار الثالث بالمباراة بالشوط الأول. عم بيكون بقاعي البقاع هو لحد الوقت كل الخطورة عم بتكون موجودة من خلال الفريق الأبيض بالوقت يلي النجمة حاليا ما قدر يعمل بعد أي فرصة. كورنر رح تكون للبقاع إلى يساره لعباس حسن، الخطر عم يزداد أكثر وأكثر. الكورنر رح يتنفذ بهالأثناء، الكرة ملعوبة إلى داخل المنطقة، كرة عم تتحول أيضا هالمرة عم يتم إبعادها من قبل عمر زين الدين. نادر مطر بحاول يوصل الكرة، الصراع مع علي الموسوي، رمي التماس رح تكون لمصلحة النجمة، رح تريح النجمة كثير، رح تريح النجمة كثير رمية التماس من دون شك. الضغط كبير على مرمى النجمة من كل الجهات من كل الميلات، حتى فريق البقاع يعني عم يقدر يكسب الأخطاء بمكان خطير وخطير جدا. الدليل الركلة الحرة الأخيرة يلي نفذها جهاد أيوب واحتاج فيها عباس حسن ليحط كل إمكاناته كحارس مرمى ويبعدها إلى ركلة ركنية. عباس حاليا بيلعب الكرة الأمام دائما البحث عن رأس فيليبي، فيليبي بحولها لعند نادر مطر، نادر من جديد عم يخسر الكرة بوسط الملعب. إبراهيم أبو حمدان سريع بمواجهة عمر زين الدين، بحافظ على كرة إبراهيم، عم يسقط وفي خطأ على عمر زين الدين يلي عم يعتذر سريعا من إبراهيم أبو حمدان وسط اعتراضات كبيرة ومطالبات بتوجيه انذار الى عمر زين الدين. امور عم تقطع على خير بالنسبه لعمر زين الدين، ما في اي انذار، الحكم عليه رضا كان قريب من الحاله واحتسب الخطا. خطا جديد وركله حره جديده لحمزه عبود. كره ملعوبه ايضا عبد الفتاح عاشور لاعب النبي شيت السابق يلي انتقل الى الانصار ومنه الى النجمه، برز بشكل كثير كبير مع النبي شيت. عبد الفتاح عاشور واليوم عم يواجه فريق البقاع بالالوان النجمويه. عمر زين الدين للخلف لعند احمد ديب، من جديد لعند عمر، محاوله سحب لاعبي النبي شيت من قبل لاعبي النجمه من خلال بناء الهجمة، لكن صعبة عم بتكون لأن تمركز لاعبي البقاع دفاعيا عم بيكون أكثر من ممتاز، ما عم يندفعوا أبدا، ما عم يتركوا المساحة وراهم بشكل كتير كبير، وبالتالي هالأمر عم يصعب الأمور على النجمة مع تضييق المساحات يلي أيضا عم يعملوه على طرفي الملعب بطريقة ذكية جدا. كيكي غارسيا اليوم خياراته الفنية الوقت اللي في صافرة جديدة على ما يبدو كالفن داو فعلا هو المصاب، كالفن داو هو المصاب على أرض الملعب. هيدا جمهور النجمة بأجواء احتفالية رغم أنه فريقه لحد الوقت متعادل سلبا، رغم أنه فريقه كان تحت ضغط
فريق البقاع، ثلاث فرص للبقاع فارس، فعلا كادت تغير صورة المباراة، لكن بدون شك عرف النجم كتير منيح انه اليوم امام فعلا مهمة منا سهلة ابدا. فريق النجمة لهلا بنرجع بنقول كمان مرة بعد ما وصل للأداء المطلوب منه يلي ناطره جمهوره يلي عم يتابعه كان عبر شاشة الام تي في أو بأرض الملعب، بس الوقت قصة وقت ليرجع يدخل ونشوفه عم بيقدر يعطي أكثر لأنه منه معود أبدا، وكانوا عم بيشكوا اللاعبين نوعا ما قبل المباراة إنه عم بيحموا من أرضية الملعب ما معودين عليها أبدا. كرة مع إبراهيم أبو حمدين بيلعب الكرة عالية، عاصم الزين أصيب عاصم الزين بهالكرة على أرض الملعب، لازم الكرة تتوقف حاليا. هرنانديز بيلعب الكرة لعلي الموسى وبيرجع بيقوم عاصم الزين شايف انه الحكم وقف المباراة رجع قام لمتابعة اللقاء، وعلي بزي وعلي الموسوي بالنهاية في خطأ لصالح فريق البقاع يلي عم بيجرب بكل الطرق ومن كل الجهات انه يدق باب فريق النجمة. لهلا عباس حسن ما عم بيفتح الباب وما عم بيخليهم ابدا للاعبين يقدروا يوصلوا للمرمى، بس سؤال لايمتى رح يبقى هيك بظل الاداء يلي عم بيكون من فريق النجمة والأداء الرائع من فريق البقاع. كالفن ضو بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها أحمد ديب، فرصة لإبراهيم أبو حمدين، إبراهيم أبو حمدين ما كان جسمه أبدا بوضع تسديد، جسمه ما كان مهيأ ليسدد الكرة يلي بيلعبها كيف كان عالي بعيدة عن المرمى من دون ما تشكل خطورة على عباس حسن، ركلة مرمى لصالح فريق النجمة. بنقرب نحن وياكم من الدقيقة 30 من المباراة والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. عباس حسن بيلعب الكرة عالية لفيليبي دوس سانتوس، مواجهة عم بتكون بمنتصف ملعب يحسمها الحكم علي رضا بخطأ لصالح فريق البقاع. خطأ بمنتصف ملعب مع مالك الموسى والكابتن الفريق اللي بيطلب تنفيذ الكرة لحمزة عبود، حمزة عبود اللي مرق كمان بعدة أندية لبنانية، مرق بالصفا ويمكن مرق بالأنصار مرق بالنجمة حاليا مع فريق البقاع. جهاد أيوب ممتاز بخط الوسط رايق كتير، داوودة لجهاد أيوب، جهاد أيوب الكرة بتنقطع منه، داوودة بيلعبها لعلي الموسى، وعلي الموسى داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء علي الموسى بيعكس الكرة بيبعدها، دفاع فريق النجمة بشتتها كمان إدريسان يونغ لتوصل لفيليبي دوس سانتوس في غياب تام اليوم بين وسط وهجوم فريق النجمة، ما عم توصل الكرات بالشكل المطلوب. 28 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة ما رح تتغير لهلا. حمزة عبود كمان بيتدخل لإبعاد الكرة لخارج الملعب، جمهور النجمة بلوحة رائعة على المدرجات بشجع فريقه. فيليبي مراقب من اثنين مش من لاعب، من اثنين وبياخذ الخطأ فيليبي دوس سانتوس اللاعب البرازيلي يلي سجل هدفين لهلا بدوري ألفا. الإخاء عم بيفوز على راسك 2-1، العهد على طرابلس 2-0، هيدي النتائج لهلا يلي تسجلت بالمرحلة السادسة لدوري ألفا. فرصة لحسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كالفن داو بيبعدها إدريسان يونغ بمرة على الجهة اليمنى لعند علي بزي، علي بزي جرب يرفع الكرة وبيحصل على ركلة ركنية لفريق النجمة بهالوقت. الركلات الركنية لهلا متعدلين وحدة بوحدة من الفريقين. حسن هزيمة على أرض الملعب تعرض للإصابة، حسن هزيمة سلامات لحسن لأنه وجوده أساسي 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 بتشكيلة كيكي غارسيا. مصطفى بواب عم يطلب يمكن، يعني اللي حصل فارس هون فعلا أمر خطير، اصطدم
حسن هزيمي بلوحة الإعلانات شفناها بالإعادة، الأمر واضح. كل السلامات لإله، اصطدام عنيف كان فعلا بعد محاولته الاشتراك بالكرة يلي شفناها. رح يقدر يتابع حسن هزيمي بالتأكيد، هم بشوف بالإعادة بشكل أوضح، كان رايح ليغطي على معتوق، وهون الاصطدام يلي حصل. كورنر إذن لفريق النجمي مع نادر مطر. نادر بيلعب الكرة لداخل منطقة جزاء مقطوعة، بتبقى مع النجمويين عمر زين الدين تحديدا، بيلعبها لعند قاسم الزين. كالفين داو على الطاير، بيبعد الكرة لكن بطريقة عشوائية رح تخرج من أرض الملعب إلى رمي التماس، بعيدة جدا كانت عن داوودا. رمي التماس مع عبد الفتاح عاشور، كرة عند المعتوق، لاعبين دائما على حسن معتوق، تمريرته هالمرة بتروح لعند داوودا. ابراهيم بوحمدان بيحمل الكرة، بيلعبها للأمام، أيضا مقطوعة إلى رمي التماس. يعني ممكن هالمباراة تصيب رامي ياسي بعدد رميات التماس. إيمانويل بيلو على الجهة اليمنى، أو هيدا داوودا بيلعبها من الجهة اليمنى باتجاهه لإيمانويل بيلو، أيضا الكرة عم ترتد من دفاع النجمة. رمي التماس هالمرة بالجهة المقابلة، بتبقى مع فريق البقاع بالخلف. الدايري الرنداز، حسن هزيمي، حمزة عبود، حمزة بيتقدم بهالكرة، بيلعب الكرة الطويلة الأمامية بتجاهل علي الموسوي، لكن علي بزي شو عم يعمل؟ علي بزي شو عم يعمل؟ علي بزي على طريقة المهاجمين كان وضع الكرة خطأ بمرمى فريو. عباس حسن عم يضحك عم يبتسم لعلي بزي، بيعرف كتير منيح انه الخطأ او الخطأ بتحويل الكرة من قبل رقم 11 كاد يصيب شباكه مرة جديدة. هيدي رابع فرصة حقيقية في يقول لفريق البقاع على مرمى النجمة. مشاهدينا كورنر جديد راح ينفذه هالمرة حمزة عبود الظهير الايمن المتقدم، بيلعب الكرة الى داخل المنطقة الرأسية موجودة، عباس حسن على مسارة عم تسقط على سقف الشباك، وبالتالي رح تروح الى ركلة مرمى. يعني البقاع مثل ما ذكرنا بالمرحلة الاولى كان فاز على الراسينج 2-0، بالمرحلة اللي بعدها بالمرحلة الثانية كان عنده تعادل سلبي مع السلام زغرتا بزغرتا، بعدها خسر على هالملعب مع العهد 0-1، وعاد وسقط بالمرحلة الرابعة بهدفين امام شباب الساحل. اما بالمرحلة الخامسة فكان عم يتعادل 3-3 مع الشباب الغازية بأجمل مباراة، خليني أقول بالمرحلة الماضية، المباراة يلي حملت العدد الأكبر من الأهداف 6 أهداف مناصفة بين الفريقين. حاليا الكرة الأمامية بتجاه لإيمانويل بيلو، قاسم الزين عم يقطع بيكون على مسارة جهاد أيوب بالصراع بوسط الملعب، بيحسمه برأسية لعند إبراهيم بوحمدان، نشيط جدا إبراهيم بوحمدان بالارتداد من الدفاع إلى الهجوم مصطفى بواب، كرته لعند حسن هزيمي، حسن بحولها بطريقة ذكية لعند حمزة عبود، حمزة أيضا الاعتماد دائما على اللاعب على الطرف الأيمن باتجاه إيمانويل، مرة جديدة مقطوعة الكرة، تمريرة خاطئة جديدة تروح لعند جهاد أيوب خطير جدا، بيلعب الكرة على الجهة اليسرى عند كالفين داو يلي بيلعب الكرة على الأرضية، الكرة على الأرضية لكن أحمد ديب موجود ليبعدها قبل ما توصل لإيمانويل بيلو، خطير جدا عم بيكون على طرفي الملعب فريق البقاع. هيدا احمد ديب 31 سنة لاعب حطين السوري السابق، وطبعا يلي كان له جولة كبيرة بين الأردن والخليج العربي، ركلة ركنية للبقاع، صاحب الخمس نقاط لحد الوقت المركز الثامن كان قبل هالمرحلة. حمزة عبود على تنفيذ الركنية، بلعب إلى داخل المنطقة الرأسية أيضا موجودة إلى خارج أرض الملعب هالمرة، وركنية جديدة لفريق البقاع يلي عم يضاعف ضغطه على مرمى النجمة. عباس حسن طبعا بده يكون واعي وصاحي تماما على كل كرة عم تسقط داخل منطقته،
بشجاعة كتير كبيرة بطموح افتتاح التسجيل. عم يلعب البقاء حاليا، أخذ ثقة كتير كبيرة وجرعة معنوية كبيرة بعد سلسلة الفرص يلي عملها. كرة ملعوبة لداخل المنطقة مرة جديدة الرأسية، وهالمرة ما في أي خطورة، عم تروح إلى ركلة مرمى. طبعا المرحلة رح تستكمل بكرة بثلاث مباريات. شباب الساحل بيستضيف تضامن صور الساعة 2:15 على ملعب العهد، سلام زغرطة بيستضيف بزغرطة الصفا بنفس التوقيت، والمباراة يلي رح تتابعها مباشرة عبر شاشة ام تي في الأنصار بمواجهة شباب الغزية الساعة 4 على ملعب بلدية صيدا. كرة مقطوعة من جديد وصافرة جديدة، هالمرة الخطأ عم بيكون من إيمانويل على عبد الفتاح عاشور. كرة عم تتحرك بشكل سريع، أيضا جمهور البقاع مع حضور كبير اليوم بالمباراة، تقريبا المدرج المخصص له عم يكون مليان، وجهة خاصة دائما مع جمهور النجمة. طبعا فريق البقاع بحاجة لمواكبة جمهوره اليوم بهالمباراة. مصطفى بواب، مالك الموسوي بحولها برأسه، ابراهيم ابو حمدان، عبد الفتاح عاشور كان عم يسبقوا عليها لكن عم تروح ترجع عند مالك. جهاد ايوب عم يلحق بالكرة يلي بتروح عند كالفين ضو، مقطوعة من حسن المحمد، رمية تماس جديدة للبقاع. كالفين، ايضا علي الموسوي بحاول يبرم على ادريسان يانج، بترجع لعند كالفين الكرة، علي الموسوي التمويه حافظ على الكرة، المساحة الضيقة بينجح انه يمررها لعند داوودا. داوودا الكرة الأمامية باتجاه ابراهيم ابو حمدان لكن مجددا إلى خارج أرض الملعب، يعني صعب شوية الكرات الطويلة عندما عم يلعب الكرات الأرضية السريعة، وخصوصا عندما عم يركز فارس على طرفي الملعب البقاع عم يقدر يوصل بشكل أسهل لمنطقة جزاء النجم. لكن بالكرات الطويلة ووسط تمركز أحمد ديب وقاسم الزين دائما بالخط الخلفي من دون أي مغامرة، من دون أي مخاطرة، من دون أي تقدم، عم تكون الكرات إما سهلة بالنسبة لألون أو عم تروح إلى خارج أرض الملعب مثل الكرة الأخيرة يلي لعبها داوودا. يعني كلنا بنعرف الملعب صغير، وبدك تلعب كرات طويلة كرات عالية رح تكون سهلة على أي مدافع لا يقدر يبعدها، لا تقدر تخرق المنطقة، بدك تلعب كرات أرضية سريعة وخاصة على مركز الأجنحة، هذا الشيء اللي عم يعتمده فريق البقاع. عم نشوف هون إبراهيم أبو حمدان، أحمد ديب يبعد الكرة ويرجع بيخدها إبراهيم أبو حمدان بمررها لداوودا، داوودا 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 بمرر لإبراهيم أبو حمدان داخل منطقة الجزاء، بيسدد كمان إنجاز من عباس حسن، الخطر موجود، فرصة لفريق البقاع مع تسديدة من جهاد أيوب، والفرص عم تتوالى، الفرص بالجملة، الفرص عم بتكون كتيرة من فريق البقاع، هيدا منه فريق النجمة أبداً بالشوط الأول لهلا، وعم بيكون محظوظ كتير فريق النجمة إنه ما عم بيظهر على الأقل بهدف عم بيدخل مرمي. كمان بالإعادة بنرجع بنشوف إبراهيم أبو حمدان مرر هون الكرة لداوودا، داوودا لإبراهيم أبو حمدان، إبراهيم أبو حمدان سدد، وإنجاز كان من عباس حسن. في خطأ، في خطأ، في خطأ، الكرة منا ماشية أبدا، في خطأ بمنتصف الملعب، علي رضا موقف اللعب، وفريق البقاع اليوم بالشوط الأول عم بيكون أكثر من رائع بعكس فريق النجمة يلي ما عم بيوصل ابدا للاداء المطلوب منه. كيكي غارسيا يا ريت فينا ناخده للمدير الفني لفريق البقاع يلي ما عم بيهدى ابدا من بدايه المباراه، وعم بيعترض عند الحكم الرابع على طول، اعتراضات عم بتكون عند الحكم الرابع، والمباراه يلي عم تتابع حسن معتوق، وينو المعتوق؟ وينو نادر مطر؟ وينو فيليبي؟ وينو اللاعبين النجم كلهم اليوم؟ كنا عم تنقطع من نادر مطر، بتروح لعند مالك، منه لداوودا، داوودا لكالفين، كالفين ضو فنزويلي لبناني، كالفين ضو ترجع لعند كالفين كمان، بيرجع الكرة خلفية لهيرنانديز الداير اللاعب الكولومبي. داوودا ممتاز، شوفوا شو عم بيعمل شغل داوودا، شوفوا شو عم بيعمل داوودا، بمرر لعلي الموسوي، علي الموسوي داخل منطقة الجزاء، خفيف كتير الكرة، ما رح يقدر يستفيد منها أبدا أبدا، والفرص عم تتوالى، الفرص عم بتزيد، الفرص عم تكتر أكتر وأكتر على مرمى فريق النجمة. أكيد بوريس بونياك ما رح يكون راضي أبدا عن أداء الفريق بالشوط الأول،
ما راح يكون غرف الملابس رايقة وهادية بين الشوطين من ناحية فريق النجمي، مع التعليمات يلي بده يعطيهم إياها ليغيروا أدائهم ليغيروا طريقة اللعب. مش معقول يعني بعد مرور الوقت لهلأ عم نقرب أكتر وأكتر من الدقيقة 40 وعم نقرب من نهاية الشوط الأول، فريق النجمي بعد ما سدد على مرمى فريق البقاع أي كرة خطرة أي محاولة، الأمور عم بتزيد أساوي أكتر على فريق النجمي اللي أكيد بده يقطع هالشوط ويبلش يركز على الشوط الثاني. صرنا بالدقيقة 40، بالدقيقة 40 من هالمباراة والأمور عم بتكون لصالح فريق البقاع. هيدا اللي مبين لهلأ، بس بينقص إنه يسجلوا الهدف الأول بالمباراة. حسن معتوق بيلعب الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء، يبعدها بيلو توصل عند نادر مطر، نادر بغير اتجاه الكرة وفرصة لفريق النجمة إذا عرف يستغل الكرة. أحمد ديب ممنوع 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 دفاع البقاع يترك لاعبي فريق النجمة يتحركوا أو يخلقوا الفرص على مرمى مصطفى بواب. مصطفى بواب يلي لهلأ عم بيلعب دور المتفرج وفي تسلل على حسن معتوق. حسن معتوق كان متسلل دغري. سليم سراج بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل جديدة على فريق النجمة. إيمانويل كرة هون رح يبعدها علي بزي توصل لنادر. نادر أكتر اللاعبين نوعا ما عم بيكون حركي، بس بعد ما في أبدا الخطورة. بترجع لنادر مطر، نادر بمرر بدوره لعمر زين الدين، برجع لعند أحمد ديب. عبد الفتاح عاشور بدوره كمان للاعب السوري، عم بيطلبها حسن المحمد للكرة. هذا اللي عم نقوله، الكرات العالية الكرات الطويلة ما رح يلاقوا مشكلة المدافعين إنه يتعاملوا معها. على الملعب الصغير الأمور بتكون سهلة. جهاد أيوب لحمزة عبود، حمزة بيتقدم بيتقدم، حمزة بيطلب معاونة من زملائه. فرصة مع تسلل، تسلل كان على فريق البقاع. حالة التسلل انترك لحاله إيمانويل بيلو، حتى بالرغم من حالة التسلل وبالرغم من الانفراد والمواجهة وجه لوجه كان مع عباس حسن، إيمانويل بيلو ما صاب المرمى. يعني مرمى النجمة فينا نقول محمي لهلأ بالشوط الأول من الجهة جهة اليمين للمنصة الرئيسية، لهلأ بيكون محمي وعم بيقدر فريق النجمة شربل يخلص الأمور مثل ما لازم. يعني ما رح يسجل، واضحة الأمور، أدائه ما بيخليه يسجل هدف، بس أهم شيء ما يتلقى مرمي هدف. يعني بالطريقة اللي عم دافع فيها فريق البقاع فارس، الحل الوحيد أمام النجمة ممكن يكون بمجهود فردي من واحد من لاعبينه أو من خلال كرة ثابتة، غير هيك الأمور صعبة جدا، صعبة ترسم هجمة باتجاه مرمى البقاع أو منطقة البقاع، لأن كل الهجمات عم تتوقف على مشارف منطقة جزاء على خط 18. خليني أقول لحد الوقت البقاع قادر يحافظ على نظافة شباكه وقادر بكل تأكيد أنه يعمل الخطورة على مرمى النجمة. هذا الأمر واضح كان بمجريات الشوط الأول. الوقت هون كنا عم نشوف الصراع بين فيليبي وحمزة عبود يلي أصيب على إثره حمزة بالكرة الأخيرة، تم معالجته حاليا على أرض الملعب. توقعنا مباراة صعبة للنجمة، النجمويين كانوا بيعرفوا هالأمر كتير منيح، لكن الأمور عم تكون صعبة أكتر من المتوقع بصراحة، لأن بعد مرور 44 دقيقة ما قدر النجم يعمل أي فرصة على مرمى فريق البقاع. ركلة حرة راح تكون لصاحب الأرض حسن هزيمي، بحرك عند مصطفى بواب. مصطفى سريعا لكالفين داو، الكنترول من عند جهاد ايوب، ايضا بترجع لعند كالفين، الكره للامام، نقله كره جميله بقلب البقاع بتوصل لعند داوودا. داوودا
بحطها لعند جهاد مره جديده، اللمسه جميله لايمانويل بيلو، تبادل جميل للكرات بين لاعبين البقاع، بيعرفوا كثير منيح ملعبهم، متعودين اكثر على ارضيه الملعب بعكس النجم يلي عم يكون عنده بعض لاعبين وصعوبه بالسيطره على الكره. ابراهيم ابو حمدان بيلعب الكره الاماميه باتجاه ايمانويل بيلو، مقطوع من عمر زين الدين، محاوله للارتداد لكن الكرات الطويله، الكرات الطويله صعبه جدا وسط تمركز لاعبي البقاع بهالشكل بالوقت يلي مصطفى صعيفان عم يرفع دقيقه واحده من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، دقيقه واحده فقط امام واحد من الفريقين للخروج بتقدم بهالشوط الاول، مع ايضا داوود هو يلي عم يتقدم حاليا، بيلعب الكره على الجهه اليسرى عند علي موفق الموسى، وعلي الموسى وبيعكسها عرضيه الى خارج ارض الملعب ركله مرمى، المره تمريرته لعلي الموسى وما كانت بالشكل المطلوب، لكن نقله الكره الجميله يلي عم يعملها فريق البقاع فعلا امر لافت جدا، عارف شو عم يعمل على ارض الملعب فريقه لكيكي غارسيا. عباس حسن ممكن تكون اخر كره، وفعلا هي اخر كره بيلمسها احد اللاعبين بالشوط الاول من المباراه مع اطلاق الحكم علي رضا لصافرة نهاية أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين البقاع وضيفه النجمة. 45 دقيقة كانوا حلوين، خليني أقول مروا بسرعة، خصوصا بالأداء الجميل يلي عم يقدمه فريق البقاع بهالمباراة والأربع فرص الخطيرة يلي عملها على مرمى النجمة. النجمة خليني أقول كان محظوظ بين مزدوجين أنه خرج بالتعادل السلبي، لكن بالتأكيد النجمة عنده شيء يقدمه بالشوط الثاني، مثل ما هو البقاع عنده يقدم أكثر من اللي قدمه بأول 45 دقيقة مع حصوله على الثقة الكبيرة أنه بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة. على كل حال مشاهدينا خلونا نروح لفاصل إعلاني وراح لمدة 15 دقيقة، ومن بعدها بنعود إلى ملعب بلدة النبيشيت لمتابعة مباراة البقاع والنجمة، ما تروحوا لبعيد. عودة نحن وياكم مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة البقاع والنجمة، الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وفريق البقاع كان أقرب بكثير بكثير من فريق النجمة لافتتاح التسجيل. شو كانت خطية بونياك بين الشوطين؟ شو عطى تعليمات لفريقه؟ شو غير بخطة اللعب؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه، لأنه الأمور ما كانت على ما يرام مثل ما لازم بالنسبة للنجمة بالشوط الأول. فريق البقاع كان عنده أربع فرص حقيقية، أربع فرص تهديفية، أربع فرص لافتتاح التسجيل، ما كان عم ينجح. عباس حسن كان نجم الشوط الأول بهالمباراة، الشوط الثاني اللي انطلق من لحظات قليلة والأمور رح تبين من ناحية التبديلات، ما في ولا تبديل، يعني بونياك وكيكي غارسيا بعدهم عم بحافظوا على التشكيلات يلي بلشوا فيها المباراة من دون ما يكون في أي تعديل أي تغيير على اللاعبين ال 11 الأساسيين يلي بلش فيهم المباراة اليوم. إذا بنطلع شوي من ناحية فريق النجمة، عنده أبو بكر المل معقول كثير نشوفه بهالمباراة بعد غياب حوالي أسبوعين بسبب الإصابة، محمد جعفر، علي الحج وغيرهم، كمان محمد قدوح، حسن علوية، حسن دنش، محمد أيوب، إسماعيل فاضل وغيرهم كمان من ناحية فريق البقاع. كل الأمور رح نشوف مع بداية الشوط الثاني إذا خطة بونياك تغيرت، إذا فريق البقاع رح يتابع على نفس الطريقة يلي بلش فيها المباراة، هذا الشيء اللي رح نعرفه بهاللحظات من اللقاء. مباراة يلي عم تتابع تحت الأضواء الكاشفة، يعني عنا معتمة بالأوضة بس الأضواء الكاشفة بملعب النبيشيت رح تضوي الملعب وتضوي المنطقة وتضوي هالمدينة فعلا يلي أهلها طيبين كتير كتير ومعروفين ومشهورين بحس الضيافة. علي بزي بيلعب الكرة لفيليبي دو سانتوس داخل منطقة الجزاء، أول فرصة لفريق النجمة، فريق النجمة بلش فريق النجمة يخلق أول خطورة على مرمى فريق البقاع، أول خطورة كانت من فريق النجمة على مرمى فريق البقاع، بس ما كانت خطرة كثير الكرة، بس المحاولة موجودة، هيدي المحاولة اللي ما شفناها أبدا بالشوط الأول، حالة تسلل على فريق النجمة بهالوقت، كمان حسن معتوق كان متسلل، وركلة حرة رح تكون بالإعادة، نرجع بنشوف محاولة فريق النجمة وتحديدا
مع اكثر اللاعبين حركه ونشاط بالشوط الاول نادر مطر. علي بزي ياخذ الكره، بده ينتبهوا كثير منيح فريق النجمه، داوودا، بلو، علويه، ابو حمدان، رباعي خطر كثير عم بيكون على المرمى. ما في خطا، الحكم بيتابع اللعب مع اعتراض من جمهور فريق النجمه يلي عم يطالب بخطا هون. داوودا اماميه لبلو، احمد ديب بيرجع الكره لعباس حسن، عباس حسن رح يشتتها يبعدها في لمسه يد عمر زين الدين، ولمسه يد على عمر زين الدين بمكان خطر كثير. ركله حره رح تكون لفريق نبي الشيط مع مالك الموسوي يلي رح يترك الكره لكالفن داو بالاعاده. عم نشوف لمسه يد واضحه على عمر زين الدين. الكره حاليا لصالح فريق البقاع، محاوله من البقاع لتهديد مرمى فريق النجمي. اول محاوله رح تكون للبقاع بالشوط الثاني من هالمباراه. كل لاعبي فريق النجمي باستثناء معطوب عم يتراجعوا للخلف. الكره بتنرفع داخل منطقه الجزاء لهيرنانديز يلي بيقدر يلم الكره يلحق الكره، والحكم علي رضا بيقول الكره بقعيه يلي بتتنفس داخل منطقه الجزاء. محاولات عم بتكون جديه من فريق البقاع. ابو حمدان العاشوري بيبعدها، وجهاد ايوب بشتت الكره، علويه ما راح يلحق. شربل الامور يعني باول دقائق الشوط الثاني بعد ما بيبين بونياك شو رح يعمل، شو الخطه يلي وضعها، لانه قرب بالشوط الاول الفريق ما كان ماشي حاله. اكيد في خطه جديده بده ينزل فيها للشوط الثاني على امل انه فريقه يقدر يعمل شيء لانه كان غايب تماما عن الشوط الاول. خمس دقائق مرت اذا على انطلاق الشوط الثاني من مباراه البقاع والنجمه، الامور تزال على حاله التعادل السلبي بالوقت اللي حاليا في صراع على الكره بوسط الملعب. صافر عم يحسمها علي رضا وعم يعطي خطا لمصلحه فريق النجمه. يعني طبعا يلي ما تابع الشوط الاول بيقدر لخص اداء النجمه انه ما قدر يتحرك ابدا بالمساحات يلي القليله يلي سنحت له، لانه تضييق المساحه كان حاضر من قبل لاعبين البقاع. ايضا الضغط على حامل الكره كان كثير كبير، مراقبه مفاتيح النجمه تحديدا حسن معطوق ونادر مطر ما سمح للنجمه ابدا ببناء الهجمه مثل ما بيحب. الوقت يلي نادر عم يلعب الكره الاماميه، خطيره عم يحط راسه فيها، كان ادريسان يانغ بتروح بشكل سهل عند كالفن داو. بالشوط الاول البقاع كان عم يعرف كيف يتصرف بطريقة ذكية على أرض الملعب من خلال نقل الكرات السريعة، التمريرات القصيرة كانت ميزة الفريق الأبيض. قدر يعني كما ذكر فارس يشكل الخطورة بكل بعض الإصابات، أربع فرص حقيقية كانت فعلا لفريق البعض ومتاحة لافتتاح التسجيل. رامي تماس حاليا على الجهة اليمنى مع علي بزي. عسل محمد عم يطلب الكرة. علي بالفعل بيعمل عند حسن، عسل محمد ايضا بمحاوله للمرور. الكره مقطوعه الى خارج ارض الملعب، رح تكون ركله ركنيه مجموعيه. اذا المعتوق بحرك الكره قصيره، بيضل للكره بين المعتوق وحسن محمد، برجع لعند المعتوق يلي بيلعبها بالقدم اليسرى، سهل جدا لعند فعل بقاع مع انطلاقه علي الموسوي السريعه. علي بزع عم يرتكب الخطا عليه، خطا وانذار، الانذار الاول بالمباراه عم يكون لعلي بزي بعد ما اوقف انطلاقه علي الموسوي السريعه. كثير جدا البقاع بيجيب الهجمات المرتده خصوصا عندما بيطلع الرقم 10 علي الموسوي او الرقم 90 داوودا بالكره بشكل سريع. كالفن داو عم يستلم على الجهه اليسرى، كالفن بيعود للخلف لعند جهاد ايوب من جديد لعند علي الموسوي، ايضا مقطوعه الكره من ادريسان يونغ بشكل ممتاز، فرصه للنجمه، عنده المساحه بالارتداد 3 على 3، اللاعبين بقى عم يعودوا بشكل سريع، لكن ادريسا عم يمرر الكره العرضيه، عوده فريق البقاع للدفاع كانت بطريقه ممتازه بطريقه سريعه، كانوا 3 على 3 وبلحظه اصبحوا لاعبي البقاع داخل منطقه الجزاء اكثر. ترانزيشن الدفاعيه من قبل لاعبي الوسط كانت ممتازه بالمحاوله النجمويه الاخيره، قدروا يوقفوا النجمه بشكل سريع ويمنعوا كره ادريسان يانغ تمر لعند فيليبي دو سانتوس. من جديد النجمه بالهجوم،
اللاعبين نجم وكوفا على اعصابهم. قاسم الزين بيلعب الكره لداخل المنطقه، فيليبي بجرب يحولها براسه بتبقى مع قاسم بيلعب يدخل المنطقه، وايضا مقطوعه هون من كالفن داو. علي الموسوي شوف الالتزام الدفاعي، يعني علي الموسوي عم بيعود للخلف، داوودا عم بيعود للخلف، ابراهيم بوحمدان عم بيعود للخلف، هيدا الامر هو سر نجاح فريق البقاع اليوم، لانه عم تنطلق هجمته من الخلف بشكل سريع عبر هاللاعبين يلي عندهم دور هجومي، وبنفس الوقت عم بيقدروا يوقفوا النجم بالكثافه العدديه الدفاعيه اللي عم يخلقوها. كره حاليا من جهاد ايوب لعند علي الموسوي، عجبني كثير جهاد ايوب، بدكه كثير كبير عم يقدر يقصر موجوده على ارض الملعب، وتمريراته عم تكون دقيقه، وعم يقدر يضبط الوسط الى جانب مالك الموسوي وبلاتي، اللي كره عرضيه من حمزه عبود خطيره جدا من جديد على مرمى النجمين. هالكره كيف مرت ما تسالوني، لو في اي لاعب من البقاع كان منتبه لها كان ممكن نشوف الخطوره اكبر. بالاعاده مره جديده حمزه عبود، الكره خدعت الجميع هون، مانويل بيلو حولها براسه وكادت تعمل خطوره اكبر على مرمى عباس حسن. كرة البقاع مستمرة اذا، وعجز النجمة عن تهديد مرمى اصحاب الارض ايضا مستمر مع كالفن داو، ويلي عم ينطلق بالهجمة حاليا بمواجهة حسن محمد. كرة لعند ايمانويل بيلو تحت رقابة قاسم الزين، عم يفوت دائما المهاجم النيجيري علي الموسوي، عاد البقاع لينقل كرة سريعة مع جهاد ايوب، تغيير اتجاه لعب ممتاز اللاعب جهاد ايوب، عجبني كثير الرؤية اللي عنده على الملعب، وقفته بالملعب وقفة لعب مميز فعلا. كرة على الجهة اليمنى حاليا مع حمزة، عم ينطلق من جديد حمزة عبود، الكرة الأمامية باتجاه ايمانويل بيلو، شوفوا عم يطلع من مركزه دائما ليريح لاعبي الطرفين ايمانويل بيلو، بالوقت اللي حاليا في كرة عرضية جديدة، وهالمرة الكرة مقطوعة إلى رمل التماس، بكل مرة عم يهاجم فيها البقاع عم بيكون خطير، بالوقت لاعبي الاحتياط عند النجمة يلي شفناه وقوفا على رمل التماس يلي كان عم يلعبها قاسم الزين، هن كانوا عم بيقوموا بعملية التحمية مثل ما شفنا أمامنا على الشاشة. كرة من جديد باتجاه مرمي عباس حسن، رح نشوفها بالإعادة، دائما الكرات العرضية عم تكون خطيرة، وعلي الموسوي هو يلي لعب الكرة برأسه. عباس حسن مجددا على تنفيذ ركلة المرمى. الأجواء المناخية باردة جدا على إيقاع المباريات، مع غابة الشمس بلدة المرشيد الطقس تغير بشكل كثير كبير. طبعا فريق البقاع معتاد أكثر من عم يخوض تمارينه اليومية على هالملعب، متعود على الأجواء المناخية، متعود على الأرضية، بالوقت يلي هالكرة باتجاه ايمانويل بيلو عم تكون مقطوعة. ترجع على الجهة اليمنى دائما حمزة عبود ومصدر الخطورة ومصدر الحركة على الجهة اليمنى جهاد أيوب، لكن حسن محمد هون، حسن محمد هون كان عم يقطع الكرة إلى ركلة ركنية بالوقت المناسب، لأنه جهاد أيوب كان عم يتحضر لتسديد كرة على الطاير. الركلة الركنية إذا إلى يساره العباس حسن، مثل العادة حمزة عبود عم يروح على التنفيذ. حمزة بالكورنر، وبحث البقاع، البقاع مستمر عن افتتاح تسجيل وعن هدف اول بالمباراة مع حمزة، بيلعب الكرة الى داخل المنطقة خطيرة جدا، ايضا الكرة مقطوعة في صافرة وفي خطأ لمصلحة النجمة بالكرة الاخيرة. بكل كرة غريب، غريب بكل كرة كيف عم يقدروا يهربوا من الرقابة، وكيف عم يقدروا طبعا يضايقوا فريق النجمة. يعني كل الامور فارس لحد الوقت لمصلحه فريق البقاع، غير عامل الارض طبعا يلي عم يصب لمصلحته. كمان ما بدنا ننسى زياره العهد، يلي يعني العهد رجع لبيروت بثلاث نقاط، كمان كان نجم المباراه مهدي خليل الجبل، كان نجم المباراه. فريق البقاع قدم مباراه كثير كبيره، بس حارس مرمى فريق العهد كان نجم المباراه، واليوم اي زياره بده يعملها اي فريق كبير لمدينه النبي شير للبقاع ما راح تكون سهله ابدا. شفنا العهد رجع بثلاث نقاط بصعوبه كثير كبيره، اليوم النجمه عم بيعاني قدام فريق البقاع، الاسبوع المقبل رح تكون زياره زعيم الكره اللبنانيه زعيم اخضر فريق الانصار كالفن داو. على الجهه اليسرى بمرر اماميه لعلويه، علي علويه، علويه علويه عنده مجهود فردي رائع، بيكون علي الموسوي فن هون، موسوي بسدد بسدد بسدد، داوودا 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 اليوم، وبيلو الموسوي
ابو حمدين عم يعملوا شغل كتير كبير مع علي رضا يلي هون بيتدخل ليعطي البطاقة الصفراء الأولى لفريق البقاء. وهون داوودة بقول له بطاقة مزبوط محقة ما بيعترض عليها أبدا لياخد كمان انذار. داوودة برصيده قبل ما كان فيه ولا انذار. هي أول بطاقة صفراء لداوودة هي دوري ألفا للفوتبول هالموسم. كمان بالإعادة نشوف الخطأ يلي صار، خطأ ما كان له نجوم أبدا، بس بتعرفوا لاعب كرة قدم ما بيقدر يعمل يعني كنترول على حاله أبدا بالملعب. ركلة حرة مع عاصم الزين يلي رح يلعب الكرة الساقطة داخل منطقة جزاء فريق البقاع، بفضل يمررها لحسن معتوق. حسن معتوق على الجهة اليمنى بيرفع الكرة، حسن معتوق لخارج الملعب ركلة مرمى بهالوقت لمصطفى بواب. مصطفى بواب يلي بعد ما شفناه بأي اختبار حقيقي من بداية المباراة حارس مرمى فريق البقاع، بينما عباس حسن كان عم يحمل عبء الهجمات البقاعية بالشوط الأول والفرص كتيرة يلي كانت أربع فرص من الطراز الأول. كالفن داو بيلعب كرة أمامية بيبعدها علي بزي. علي بزي مركز ظهير أيمن اليوم بصفوف فريق النجمات. كرة بتتنفس داوودة بمرر على الجهة اليمنى لعند إبراهيم جرب يسدد ومطالبة بشي مع اعتراض كتير كبير عم بيكون من لاعبي فريق البقاع، مطالبة بركلة جزاء بلمسة يد. هيدا الاعتراض عم بيصير هالمرة من إيمانويل بلوف، اعتراض كبير من فريق البقاع. الحكم بيقول انه ما في شيء، اذا فينا نرجع نشوفها كمان مره الحاله يلي صارت والكره يلي بالنهايه رح تروح ركله ركنيه لفريق البقاع. ركله ركنيه لفريق البقاع الموسوي اللي موجودين بالتشكيله الاساسيه لفريق البقاع. علي ومالك كرة بتتنفذ ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ورأسية كانت بهالوقت من حسن هزيمة والخطأ موجود لصالح فريق النجمة. بالإعادة هون المطالبة بلمسة يد، هيدا الاعتراض يلي كان عم بيصير والمطالبة بركلة جزاء بنالتي. الحكم علي رضا قال انه ما في شيء، ما في لمسة يد والامور يلي عم تتابع. يعني شربل بعد ما تغير شيء تقريبا عن سيناريو الشوط الاول، النجمة تحرك اكثر من الشوط الاول بس من دون خطورة تذكر، بينما فريق البقاع بعده عم بيتابع كمان نشاطه خلينا نقول مع غياب الهجمات الخطرة على مرمى فريق النجمة. يعني مثل ما حكينا فارس الامور بحاجه لمجهود فردي لفك شيفر الدفاع البقاعي مع هالكره العرضيه بعد مجهود فردي فعلا، لكن ما بيقدر النجم يستفيد منها مع داوودة انه لعند جهاد ايوب. جهاد بحاول يمر بوسط الملعب بتقدير كبير، عم يتعامل مع كل الكرات. اللاعب علي موفق الموسوي ايضا موفق بهالمباراه، عم يقدم اداء جيد هون بالصراع مع ادريس سانيانغ. شوفوا لاعبين على علي الموسوي اللي عم يرجع يحافظ على كرته داخل ارض الملعب وعم يقطع الكره لمصلحه مين؟ خلينا نشوف علي رضا لمصلحه مين. عم بيقول رميه التماس، يعني كيكي غارسيا في يكون فخور طبعا باداء فريقه بالوقت يلي ابو بكر الملحل فردي عم بيكون بالنسبه لبوريس بونياك. ابو بكر الملحل يلي عم يدخل مكان حسن محمد، ابو بكر عم يحاول يلحق بهالكره، كان تعرض يعني لحادث بمنزله وغاب بالاسبوعين الماضيين. ابو بكر المال بعد بدايه موفقه سجل خلالها هدفين مع فريق النجمه، بينضم له طبعا بعد فتره احترافيه بالخارج وهو يلي لعب باياب الموسم الماضي مع فريق طرابلس. عباس حسن بيلعب الكره للامام، ابو بكر بالكنترول، كنترول ممتاز من باكو
يرجع للخلف باكو مع قاسم الزين. سريعا قاسم بيلعب الكرة الداير هرنانديز باسانتا المدافع الكولومبي 23 سنة عم يقطع الكرة. الداير باسانتا هرنانديز اللي بدأ مسيرته مع بوغوتا بكولومبيا ومن بعدها لعب مع هوراكان بالأوروغواي، لعب واعد جدا بكرة القدم الكولومبية، كان لعب مع منتخب كولومبيا لتحت ال 20 سنة ولا تحت ال 21 سنة، وأحرز الميدالية الفضية بكوبا سود أمريكانا أو كأس أمريكا الجنوبية لمنتخبات الشباب. أمر لافت فعلا أجانب فريق البقاع هالموسم من الداير لتاويدا وطبعا إيمانويل بيلو. خطأ جديد خطأ لمصلحة أصحاب الأرض. بالعادة حمزة عبود على الجهة اليمنى ويلي بيتقدم لتنفيذ الكرات الثابتة بالوقت يلي طبعا النجمي كان بانتظار واحدة من الكرات الثابتة لا يقدر يستفيد منها. منا سهلة أبدا الأمور على النجمويين. دي الوحيد إذا للنجمي كان دخول أبو بكر المال مكان حسن لمحمد بالوقت يلي كالفين دوع عم ينفذ الركلة الحرة مباشرة لداخل المنطقة. فيليبي على مسارة بيقطعها إلى رمي التماس. المرة حمزة عبود رح يروح على التنفيذ، كان ترك الركلة الحرة لكالفين تاو. الكرة للأمام لعداوودا النشيط جدا، داوودا عم يدخل منطقة الجزاء، داوودا بيحاول يمر بالمساحة الضيقة، داوودا عم يتلبع تقدم بيلعب الكرة العرضية. الكرة العرضية من داوودا وإلى ركلة ركنية بقاعية. ما معقول فريق البقاع شو هالجرأة الكبيرة، شو الشخصية القوية اللي يكون عنده يا معايدة. كرة تسديدة، التسديدة مرة جديدة، التسديدة مرة جديدة عم تهدد مرمى عباس حسن والنجمة. ما معقول داوودا شو خطير، ما معقول داوودا شو لعيب، واحد من أفضل الأجانب بصراحة يلي شفتهم هالموسم. 45 دقيقة كانوا كافيين لنتابع فيها سوا داوودا ونتأكد من مستواه الفني العالي لهاللاعب الأجنبي. لعب بور أوتونوم داكار السابق 5 مواسم أو موسمين مع الفريق، بعدها مع دياراف داكار لعب 5 مواسم أيضا، كان تم اختياره ولعب 4 مباريات مع منتخب السنغال للاعبين المحليين أو المنتخب الرديف بكرة القدم السنغالية. خليني أقول كل هالأمور والسفير كبير يلي بيحملوا اللاعب معه إلى لبنان رغم صغر سنه بيعكس فعلا مدى إمكانياته الكبيرة. بالوقت يلي جهاد أيوب عم واصل استسته خليني سميها بوسط الملعب، كرته لعند علي موفق الموسوي خسرها المرة أمام إدريسا. إدريسا بصعوبة تامة بوصلها لعند نادر مطر، ما عم يقدروا يتحركوا بشكل كتير كبير. شوفوا الضغط الكبير يلي بيكون على حامل الكرة هيدا. إيمانويل بيضغط على علي بزي بحولها لعند فيليبي ذكي من فيليبي برأسه باتجاه المعتوق. السباق إلى الكرة هالمرة التاير والمعتوق، لعيب المعتوق عم يقدر يخطف الكرة من اللاعب الكولومبي. المعتوق واحد على واحد خطير جدا، المعتوق بيحاول يمر بالفعل عم يمر، المعتوق عم يدخل منطقة جزاء بده يحاول يلعب على عرضية لكن عم يتوقف حسن معتوق، عم يتوقف من جديد. الكثافة الدفاعية العددية قلت حتى عم تقضي على الحل الفردي بالنسبة للنجمة. أحمد ديب إدريسا أيضا قاسم الزين الكرة للأمام جهاد أيوب بالصراع مع علي بزي مقطوع الكرة من جديد. إدريسا نيانج بمواجهة إبراهيم بوحمدين أيضا عبد الفتاح عاشور بيعرف كتير منيح الملعب وبيعرف الجمهور لكن اليوم طبعا الدفاع عن ألوان القلعة النبيذية، الدفاع عن ألوان النجمة مع عاصم الزين. أيضا الكرة الأمام كالفين داو بوقفها ما عم توصل الكرات الطويلة، هيدا أمر واضح، هيدا أمر واضح الكرات الطويلة ما عم توصل للاعبي النجمة. وشوفوا هالكرة عن طريق الخطأ عم تروح للكورنر ايضا، كورنر جديد وفرصه جديده. هون مرور المعتوق الجميل عن التاير لكن التغطيه كانت ذكيه، هون غطى المساحه حسن هزيمه. شوفوا كيف وضع ايديه ورا ظهره حتى ما يرتكب الخطا او حتى ما يتهم ايضا بارتكاب الخطا داخل منطقه الجزاء. بيعرف المواجهه الفرديه مع المعتوق منا سهله، منا سهله ابدا. فارس باي كره بيستلمها حسن معتوق ممكن يخلق الخطوره بلحظه تماما مثل ما عم يعمل داوودا مع البقاع.
داوود عم بيعمل شغل كتير كبير بمباراة اليوم، هذا الشيء اللي الكل عم بيتابعوا المباراة عم بيلاحظوا هالشيء. شوفوا فريق النجمة حتى ما عم بيقدر يظهر من منطقته مع ضغط كبير عم بيكون لفريق البقاع مع داوودا. داوودا اللي بيخسر الكرة بتنتقل لإدريسا، إدريسا لأبو بكر، المل لباكو، باكو عم بيلعب الوانتو هون مع فيليبي دوس سانتوس، بيتقدم باكو على الجهة اليمنى. بالنهاية الكرة ما رح يقدر يستفيد منه أبو بكر المال يلي صار له غايب أسبوعين إذا بدكن عن المباريات، عن احتكاك المباريات، عم بيرجع من بعد ما تعرض لإصابة، عم بيرجع لليوم ليكون موجود بمباراة البقاع. حاليا رمي تماس لفريق النجمة، علي بزي بنفذ الكرة، أبو بكر كمان، مواجهات فردية عم بتكون بين جهاد أيوب وأبو بكر المال، بتنتهي المواجهة لصالح جهاد أيوب اللي بيلعب الكرة طويلة حلو كتير من عبد الفتاح عاشور لنادر مطر، نادر بمرر لفيليبي، فيليبي دوس سانتوس، معتوق وفيليبي فاتوا بعض، معتوق بمرر لإدريسا، إدريسا على الجهة اليمنى لعند أبو بكر، أبو بكر شو رح يعمل؟ بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها بالوقت المناسب حمزة عبود، ترجع تنطلق مع داوودا، داوودا 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 معه حمزة، حمزة بيتقدم بمنتصف الملعب. الكرة حاليا هل رح توصل للموسوي؟ ما رح توصل للموسوي، عالي كتير، بعيد كتير، قوي كتير، يعني على أرض الملعب حاليا المباراة رح تتوقف. جهاد أيوب على أرض الملعب تعرض لإصابة، وعلي رضا عم بيشوف علي أيوب مين رح يكون، أو جهاد أيوب مين رح يكون في تبديل من ناحية فريق البقاع، لأنه شفنا في عملية التحمية عم بتكون من أكثر من لاعب. هل رح يلجأ كيكي غارسيا للتبديل بالوقت الحالي؟ هل رح يروح بوريس بونياك لتبديل تاني؟ داوودا عم بيطلب من اللاعبين انه يتقدموا ويحطوا الضغط على لاعبي فريق النجمة تيجبرون انه يغلطوا او ما يقدروا يطلعوا من منطقتهم. علي رضا اطول الحكام العاملين بالجهاز التحكيمي، طول علي رضا. ملك بشتت الكرة حلوة كتير من حمزة عبود. جهد يعني اليوم أيوب عم بيقدم مباراة كبيرة، ملك الموسوي، كل لاعبي فريق البقاع كلهم عم بيكونوا مميزين دفاعا وسطا هجوما. بينما اليوم الأبرز إذا بدنا نحكي من ناحية فريق النجمة هو عم بيكون الدفاع وحارس المرمى اللي عم بتحملوا عبء الهجمات البقاعية من بداية اللقاء. بلو بيحصل هون على رمي التماس، لاعب نيجيري، رمي التماس بيعاون كيكي غارسيا لاعب القديم، لاعب الخبرة يوسف الجوهري. رمي التماس الجديدة كمان بعد تدخل من عمر زين الدين يلي بيذكرها لخارج الملعب. ضغط عم بيكون كبير من فريق البقاع، محاولة من فريق البقاع داخل منطقة الجزاء، ما في أي لاعب لا يوصل لك. كالفن داو بيتقدم على الجهة اليسرى بمرر داخل منطقة الجزاء، موجود قاسم الزين، فيليبي، فيليبي بده يتعرض للخطأ، فيليبي هيدا الشيء اللي بصير أكيد ما رح يتركه أبدا. حسن هزيمي يتحرك، باكو بمرر لإدريسا نيونغ على الجهة اليمنى، ما في تسلل، إدريسا نيونغ يلي رح يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بين إيدين حارس مرمى البقاع مصطفى بويب. مصطفى بويب سهل كتير كتير هالكرة من دون أي مشكلة أبدا، ترجع بتنطلق الهجمة. سؤال فريق النجمة، هل رح يتخلى عن صدارته اليوم بعد 6 أسابيع؟ فريق النجمة كان متصدر إذا بدنا نقول من الأسبوع الثاني، الأسبوع الأول العهد يلي ربح على الصفا بنتيجة 6-0، من بعدها تصدر فريق النجمة. إذا النجمة ما ربح اليوم الصدارة بتروح لفريق العهد. دوري طويل والمنافسة رح تكون قوية كتير بين أكثر من فريق. اللي خائي اللي ربح على الراسنج اليوم 2-1، رفع رصيده ل 11 نقطة. محمد جعفر تبديل تاني بصفوف فريق النجمة، محمد جعفر اللي عم بيدخل لأرض الملعب بدلا من عمر زين الدين. عمر زين الدين عم بيترك مكانه لمحمد جعفر. بوريس بونياك عم بيروح للتبديل الثاني، بينما
كيكي غارسيا بعده عم بيعتمد على اللاعبين يلي بلش هيون اللقاء. داوودا 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 بمرر لبيلو بيلو 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 بيسدد كرة على يمين حارس مرمى فريق النجمة عباس حسن، وكمان مرة الحظ عم بيوقف إلى جانب مرمى فريق النجمة بهالكرة يلي عم بيتحسر عليها كتير اللاعب النيجيري. بالإعادة منشوف التسديدة كانت قريبة كتير، وكادت شباك عباس حسن تهتز لأول مرة بهالمباراة. يعني الفعالية الخطورة الفن الأداء اليوم للفريق البقاعي، أول تبديل من ناحية فريق البقاع مع خروج علي الموسوي يلي قدم مباراة جيدة جدا. علي الموسوي يعطي ألف عافية علي الموسوي، ودخول حسن علوية يعني ما تغير شيء، لاعبين عندهم شرب المهارات الفردية العالية كان علوية أو كان الموسوي. علوية كمان لاعب نازل فريش سريع عنده الفنيات العالية، وبيلعب كمان بمركز الهجوم مثله مثل الموسوي، فعم بيخلي غارسيا الضغط أكثر وأكثر على لاعبي فريق النجم. لكن اللافت تبديلات بوريس بونياك فارس، الواضح أنه عم يفتش عن الحل الفردي المهاري بعد إدخال أبو بكر مالباكو، كان عم يدفع بمحمد جعفر مكانه عمر زين الدين، عم يتخلى عن لاعب وسط مدافع لمصلحة لاعب مهاري مهاجم بالوقت يلي عباس حسن أربكني حتى لإلي بصراحة بالكرة الأخيرة، مش بس هو أربك فيها، فجأني ما قدر يعمل الكنترول بطريقة صحيحة، لكن عم يشتت الكرة بالوقت يعني عم نشوف استعراض داوودا مرة جديدة، وكرة إلى إيمانويل بيلو التونية الأفريقي الخطير السنغالي والنيجيري، عم يقدر يحطوا كل شيء عندهم على أرض الملعب من خطورة بمواجهة النجم تسديد بيلو كانت قريبة من مرمى عباس حسن. أيضا التشتيت النجمة ما بفتكر رح يكون غير ممنون في حال خرج بنقطة بمباراة يوم بوقت يلي داوودا أجمل من هدف. صدقوني هالكرة من داوودا تيامي السنغالي بتسديد رائع جدا عم يطير لإلى السوبرمان هالمباراة خليني سميه عباس حسن، الفضل بيعود لإله لبقاء النجم متعادل لحد الوقت. صحيح أربك بالكرة الأخيرة لكن ما كان عنده أي أربك ليعمل هالإنجاز، حلو كتير يا داوودا وأروع وأحلى كانت يا عباس بهالتصدي وابعاد الكرة باطراف اصابعه الى كور جديد لفريق البقاع، عم يضاعف ضغطه مرة جديدة على منطقة النجمة، كرة رأسية ممكن تكون ايضا مقطوعة، هالمرة ابو بكر المال عم يلحق فيها، تباطأ ابو بكر وسمح لحسن علوية انه يحصل على الكرة ويحصل على القطع. بالاعادة مرة جديدة لاحظوا الكرة الروعة يا داوودا يا لعيب يا داوودا يا لعيب، فعلا عباس حسن طار للكرة وابعدها، ما عم صدق بأي طريقة أبعد الكرة عباس حسن. صدقوني اللي بالملعب بيقدر يشوف كتير منيح حجم الإنجاز اللي عمله عباس حسن، كرة داوودا كانت باتجاه المقص الأيسر لمرمى النجمة. هون بالإعادة تباطؤ أبو بكر المال والخطأ اللي ارتكبه على حسن علوية، التباطؤ أدى لخسارته الكرة وأدى لارتكابه الخطأ، وبالكرات الثابتة البقاع خطر وخطر جدا خصوصا بوجود إيمانويل بيلو وداوودا داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة مباشرة باتجاهه لداوودا، مقطوعة مرة جديدة، رهيب وحمدان بحاول يشترك بهالكرة، مالك الموسوي بعيدة للأمام بتروح لعند داوودا بحطها لعند إيمانويل، إيمانويل النيجيري عم ينطلق بيلو، بتروح لعند مين؟ لعند حسن علوية، لمسة جميلة لعند جهاد أيوب، جهاد رح ينتظر العلوية بالفعل بينطر وبيلعب له، علوية ما قدر هالمرة ما قدر يلاقي التوازن بجسمه يلعب الكرة العرضية بالشكل الصحيح، كرة راحت إلى خارج أرض الملعب والنجم عم يرتاح من جديد، عم يتنفس من جديد، رح يعود ينظم أموره على أرض الملعب مرة جديدة تحت الضغط تحت المعاناة تحت نيران داوودا تحديدا عم يكون فريق النجم بهالأثناء. وقبل نهاية المباراة بحوالي 13 دقيقة التعادل السلبي حاضر، لكن الأداء الإيجابي كله عم بيكون من أصحاب الضيافة يلي طبعا عم يحسسوا النجمة بخطورتهم بالوقت يلي داوودا حاليا عم يستلم بوسط الملعب، كرته لعند العلوية متحرك بشكل جيد ونشيط فراش دخل إلى أرض الملعب، عم يقدر يتحرك بشكل جيد على الجهة اليسرى، حسن علوية بانتظار داوودا بفعل الأمر بيحصل، داوودا عم يستلم، داوودا بده يحاول يدخل المنطقة، داوودا بيحاول يمر بحافظ على كرته مش لوقت طويل، الكرة مقطوعة والبقاع مرة جديدة
بمحاولة عن الطرف الأيسر، موجود السنغالي الرائع داوودا ديمي. كرة عند العلوية، حسن بيسلم داوودا مرة جديدة. الثنائية بين هاللاعبين على الجهة اليسرى عم تخلق مشاكل كتير كبيرة لدفاع النجمة. على ما يبدو هون كان في رأي وكان في تسلل بالكرة الأخيرة. أيضا الأمر اللافت من الأمور اللي ممكن نذكرها عن داوودا، كان من المفترض أنه ينتقل لفريق الصفا، جرب بفريق الصفا لكن المدرب السابق للصفا تيتا فاليريو رفض يتعاقد مع هاللاعب. يعني ما ضروري قول إذا هالقرار كان صحيح أو خاطئ، لأن أداء داوودا بيحكي عن حاله على أرض الملعب. رمي التماس رح تكون للنجمة على الجهة اليسرى. شفنا المعتوق أو نادر مطر بالشوط الثاني بخطورته المعتادة. أيضا هالكرة عم يخسرها نادر، عم تروح للأوت. عبد الفتاح عاشور على الجهة اليسرى، إبراهيم أبو حمدان عم يقطعها مرة جديدة. كل الدقيقة المساحات شو الأمر يلي بينوالع بيه النجمة المهارية، إن كان معتوق، إن كان نادر مطر، إن كان محمد جعفر، إن كان أبو بكر المل، ما عم يقدروا يتحركوا بالطريقة يلي بحبوها. شوف الضغط، شوف الضغط اللي عم يعملوه لاعبين القطاع، ضغط على إدريس نيانج، جبره يلعب الكرة الطويلة لعند علي بزي. علي بزي عم يتقدم، داوودا عم يرتد للدفاع، علي بيتابع تقدم بيلعب الكرة العرضية لكن سهلة سهلة عند مصطفى بواب. إدريسا بوقف الكرة، محمد جعفر عم يلحق فيها أيضا، صعوبة الكنترول على أرض الملعب عم بتأثر على عملية بناء النجمة للهجمة. هون في خطأ جديد، جهاد أيوب هو يلي موجود حاليا على أرض الملعب بالوقت يلي عم يشوف جمهور البقاع على الشاشة. حضور لافت أيضا بهالمباراة وبينتظر بالتأكيد نتيجة إيجابية من فريقه، مش لا البقاع يقدر يحقق أكثر من التعادل. طبعا الكلام يلي عم قوله ما حيكون عم يرضي جمهور النجمة، لكن الحقيقة والواقع على أرض الملعب أظهر طوال الدقائق الـ80 يلي مروا خطورة أكبر للبقاع مقابل ولا أي فرصة حقيقية للنجموية. كالفين داو بيلعب الكرة الطويلة، مقطوعة من عبد عاشور إلى خارج أرض الملعب مرة جديدة. الملعب المزعج لكل الضيوف رغم حسن الضيافة ببلدة النبي شيت، لكل الوافدين لألا بالوقت يلي حاليا الكرة باتجاه إيمانويل بيلو بيحاول يخليها داخل أرض الملعب، بتبقى لكن بتروح بين يدي عباس حسن. عباس عم يطلب من لاعبينه التقدم، وايضا هون عباس حسن بده ينتبه كثير منيح. داوودا سريع جدا حاول يضغط عليه، حتى على حارس المرمى عم يضغطوا لاعبي البقاع. جهاد ايوب كرة للامام باتجاه داوودا، صراع مع علي بزي. علي روح للسنغالي الاخر ادريس نيانج، ايضا عبد عاشور يلعب الكره للامام، فيليبي ما بيقدر يوصل لها. مقطوعه من مين؟ من التاير هرنانديز. ايضا داوودا بيحاول يحولها براسه لايمانويل بيلو، ومن جديد الخطر عم يتم ابعاده فارس من دقائق على نهايه الوقت الاصلي من المباراه. التعادل السلبي حاضر، فريق البقاع حاضر دائما لتهديد مرمى النجم. نتيجة ما تغيرت والأداء بعد ما تغير، بعده فريق البقاع يلي هو عم بيكون الضاغط أكثر على مرمى فريق النجمة مثل الشوط الأول. بمنتصف الملعب مالك الموسوي، مالك بيتقدم لابراهيم، ابراهيم بيطلع معه حمزة عبود، بيتقدم حمزة عبود على الجهة اليمنى بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وعلي بزي بيبعدها لخارج الملعب. تبديل الثاني بهالوقت لفريق البقاع مع حسن دنش، حسن دنش اللي رح يدخل لأرض الملعب
حسن دنج صار جاهز لاجراء التبديل الثاني من ناحيه فريق البقاع من بعد تنفيذ الركله الركنيه. الركله الركنيه رح تتنفذ ومعقول كثير نشوف ايمانويل بيلو يلي عم يترك ارض الملعب. هلا بنشوف التغيير من بعد الركله الركنيه ما تنفذ وكره راسيه بين ايدين حارس مرمى النجمي عباس حسن يلي بيلعب الكره قويه اماميه توصل لعند حارس المرمى مصطفى بواب يلي بيطلع بطريقه استعراضيه لابعاد الكره لخارج الملعب. رمي التماس لفريق النجمي مع نادر مطر. نادر مطر بيدخل منطقة جزاء بعد الكرة مع نادر مطر عم بيطالب بركلة جزاء. نادر مطر بيقول الحكم العاب 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 ما في أبدا تعمد بهالكرة. والتبديل مثل ما توقعنا إيمانويل بيلو رح يترك أرض الملعب وبدلا منه حسن دنش. إيمانويل بيلو قدم مباراة جيدة بس ما قدر يترجم الفرص ومجهوده الكبير لهدف بمرمى فريق النجم. حسن دنش لاعب مهاجم لاعب مرتاح عم بينزل بهالوقت ليكمل الدقايق المباراة المتبقيين. احمد ديب رجع الكرة لعبد الفتاح عاشور ما بده ياخذ مخاطرة ابدا. عبد الفتاح عاشور دغري بده يشتت الكرة يلعبها ناحية الهجوم. احمد جعفر بيغسل الكرة سريعة سريعة بتروح مع فريق البقاع على الجهة اليمنى بتتمرر امامية. هلا الضغط كله رح يكون على داوودا. تمريرات بدها تروح اكثر لعند داوودا. بمنتصف ملعب مالك الموسوي كابتن الفريق برجع الكرة لعند حسن هزيمي. حسن منه لهيرنانديز. حاليا داوودا 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 بمرر علوية منه لجهاد أيوب. شو رح يعمل؟ بمرر كمان ما بده يسدد. وفرصة مع كالفن داو. كالفن داخل منطقة الجزاء. شوفوا كيف عم يلعبوا لاعبي فريق البقاع وفي خطأ على داوودا رح يكون مع ركلة حرة نجموية داخل منطقة الجزاء. حاليا محاولة عم بتكون كمان جديدة نجموية بس ما في تركيز ما في تركيز ابدا. ما في بناء هجمة عم بيكون من ناحية فريق النجمة. عم بيكون الاعتماد على الكرات الطويلة. الكرات الطويلة يلي بانتظار انه يغلط دفاع فريق البقاع ليقدر يستفيد منه مهاجم فريق النجمة. عبد الفتاح عاشور كمان مع الكرات العالية. عم نشوف الفريقين هلا عم يعتمدوا الكرات العالية الطويلة يلي برجع بقول انا من بداية المباراة ما بتعطي اي نتيجة ابدا. عبد الفتاح عاشور حلو كتير منه لا فيليبي دو سانتوس. كرة بتتمرر لأبو بكر. أبو بكر بيلعب الكرة لعند إدريسا تنتقل لمحمد جعفر. محمد جعفر على الجهة اليمنى لعند علي بزي. علي بزي علي بزي علي بزي علي بزي علي بزي بيدخل منطقة الجزاء بيلعب الكرة بتصطدم بهيرنانديز وبتروح ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح فريق النجمة. ركلة ركنية لفريق النجمة بهالوقت. على الجهة اليمنى احمد ديب بيتقدم. عاصم الزين بيتقدم. هول لاعبين يلي بالكرات الرأسية بيعتمد عليهم كثير فريق النجمة. كرة رأسية ومحاولة ودربكة داخل منطقة جزاء بين ايدين مصطفى بواب. مصطفى بواب يعني عم بيعمل امور لهلا عادية جدا لانه بعد ما اختبر حارس المرمى بأي كرة فعلية بأي كرة خطيرة بأي كرة معقول تسبب له مشكلة. فرصة حاليا لفريق البقاع. داوودا داوودا عبد الفتاح عاشور كمان برجع بقول دفاع النجمة وحارس النجمة اليوم هن نجوم المباراة. جهاد أيوب ممتاز للعلوية. علوية علوية بيرفع الكرة داخل منطقة جزاء ورأسية كمان مع الدربكة رح تكون ومشكلة لفريق النجمة لو الكرة ما وصلت قريبة لعباس حسن ولا خارج الملعب. كيكي غارسيا ما عم يهدى أبدا. تعليماته وصريخه من بداية المباراة ليوجه اللاعبين
من جهته كمان بوريس بولياك موجود بالمكان المحدد لإله ليعطي التعليمات اللازمة كمان للاعبينه ليتحركوا ليعملوا شيء. بيعرف كتير منيح فريق النجمة إنه هيدي المباراة هي مباراة الصدارة. كرة طويلة من الأيوب لخارج الملعب، رمي التماس رح تروح لصالح فريق النجمة. رمي التماس جديدة كمان اليوم الكل شربي بيوافقونا الرأي، حتى جمهور النجمة اللي عم يتابع المباراة عبر شاشة الام تي في وإداريين النجمة ما بين الشوطين وكل الموجودين إنه منو هيدا الأداء يلي ناطرينه منه لفريق النجمة. عارفين إنه اليوم مش يومه لهالفريق، بس بعد في دقايق، بعد في حوالي يمكن 20 دقيقة، بعد في 10 دقايق لنهاية المباراة. على كل الأمور خلينا نتابع ونشوف شو بعد رح يكون في مستجدات أحداث بهالمباراة. يعني الوقت قرب من نهايته فارس طبعا، لكن حتى العشرين دقيقة ممكن ما تكون كافية أمام النجمة لافتتاح التسجيل بمباراة اليوم. الأمور فعلا مثل ما توقعناها كانت صعبة على النجمويين، وطبعا قلنا وكررنا ببداية المباراة إنها صعبة، لكن ما كنا منتوقع أن تكون بهالصعوبة بالوقت يلي حاليا في كرة داخل منطقة جزاء. علي بزي عم يتقدم، مقطوعة من جديد من داوودة، داوودة على الكرة الأمام باتجاه علوية، علوية عم يحاول يمر عن أحمد ديب، ما في أي خطأ. هل في خطأ؟ في خطأ فعلا على أحمد ديب، هيك عم يقول الحكم علي رضا. كرة ملعوبة للأمام باتجاهه لداوودة، ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، عم يرفعهم الحكم الرابع مصطفى صعيفين. في حال بقيت النتيجة على حالة تساوي بالنقاط رح يكون ب 16 نقطة بين العهد والنجمة، وطبعا فارق الأهداف هو لمصلحة العهد. العهد يلي سجل 14 هدف ودخل مرمية هدفين، النجمة 13 هدف سجل ودخل مرمى 3 أهداف. من المبكر على كل حال الحديث عن هالحسابات وعن فارق الأهداف وعن المواجهات، لأنه بعدنا بالمرحلة السادسة من دوري ألفا. من المبكر فعلا الحديث عن حسم أو عن صدارة تروح لفريق دون الآخر مع جهاد أيوب بوسط الملعب. كرة بتروح لعند العلوية على الجهة اليسرى، داوودة بالانتظار، العلوية عم يتقدم بالمساحة الفارغة، العلوية بجرب يسدد لكن تسديدته بعيدة جدا، بعيدة إلى المدرجات، ركلة مرمى رح تكون عند عباس حسن. أبرز لاعبيها نجمة بهالمباراة لسبب بسيط، إنه فريق البقاع كان عم يعمل خطورة كتير كبيرة على مرماه وقدر يعمل أكثر من إنجاز. يعني مثل ما قلنا الامر اللي عمله مهدي خليل بمباراة العهد والبقاع على هالملعب عم يعمله اليوم عباس حسن، لكن الفارق انه العهد فاز 1-0 بمواجهته مع فريق البقاع بهدفه لمارتن توشيف. التبديل عم يحصل، محمد ايوب، محمد باقر ايوب عم يدخل الى ارض الملعب. كرة مقطوعة، باقر ايوب يلي راح من النبي شيت لعب مع الشباب العربي، لعب الانصار السابق وعاد الى البقاع بالوقت يلي حاليا داوودة عم يلعب الكرة العرضية. مقطوعة من جديد من عبد عاشور، ممكن تكون المحاولات الاخيرة بهالمباراة مع جهاد ايوب. جهاد رح يجرب يسدد من مسافة بعيدة، لكن تسديدته ايضا بعيدة عن المرمى. فتنا بالدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، ركلة المرمى هالمرة بيلعبها قاسم الزين. كرة للأمام خطيرة جدا للنجمة، الفرصة الحقيقية الوحيدة حسن معتوق كان ممكن يقضي على المباراة
بهالكره يلي سددها خفيفه بين يدي مصطفى بواب، واحده من المرات القليله يلي قدر يفلت فيها المعتوق. شوفوا كان بالامكان افضل من مكان يا معتوق، بتقدر تسدد افضل، بتقدر تسجل كنت من هالكره بصراحه. داوودا عم يخترع عن الجهه اليسرى، داوودا بيلعب الكره عرضيه. مين في من لاعبي البقاع؟ لو في اي لاعب كنا رح نشوف الشباك عم تهتز بالفعل على مسافه قريبه جدا من المرمى كانت هالكره العرضيه. ما معقول، ومع الحكم علي رضا عم يعلن عن صافرته النهائية لمباراة صحيح انتهت بنتيجة سلبية، لكن الإثارة كانت حاضرة فيها، مباراة حماسية بالتأكيد. التعادل السلبي رح يرفع من خلاله النجم رصيده إلى 16 نقطة بعد 5 مباريات عرف فيها الفوز، عرف فيها طريق الانتصارات. النقاط الكاملة كانت للنجم بالمباريات الخمسة، هيدا أول تعثر للنجم، أول تعادل للفريق النبيذي بالبطولة، بالوقت يلي البقاع عم يرفع رصيده إلى 6 نقاط. هو نفس الرصيد يلي عنده إياه طبعا السلام صغرتا، يلي عنده إياه شباب الساحل، يلي عنده إياه التضامن الصور. على كل حال مشاهدينا، أنا من هون بدي أختم وبدي أودعكم، بعطيكم أكيد موعد بكرة بمباراة الأنصار والشباب الغزية الساعة 4 في ملعب صيدا البلدي. رح أنقل الهواء عند زميلي فارس كرم يلي إلى جانبه رئيس نادي النبي الشيد أحمد الموسوي. تفضل فارس. بس بالنهاية الكرة جويل مثل ما بقولوا، ما قدرتوا تسجلوا، عرقلتوا النجمة بس ما قدرتوا تاخذوا 3 نقاط. شو كان ناقص فريقك اليوم مع أنه يمكن قدم واحدة من أجمل مبارياته هالموسم؟ اول شيء اهلا وسهلا بالام تي في بالنبي شيت، بنحطكم بعيوننا وبنرحب فيكم. نحن قبل ما نحكي عن نتيجه المباراه بنقول الحمد لله انه صار في مباراه بالبقاع بالنبي شيت بهالجمال وبهالحضاره بهالمحبه وبهالالفه، والحمد لله ما صار اي اشكال. بالنسبه للمباراه النتيجه يعني كانت غير عادله للمقارنه مع الفرص، منقول الحمد لله يعني نقطة أحسن من أنك تخرج بلا نقطة. أنت عم تلعب مع المتصدر ومع فريق النجمة ومع جمهور كبير كتير. الحمد لله قدمنا أداء كتير ممتاز من أول موسم، عم نقدم أداء مرتب، وإن شاء الله أنه الله بينصفنا بالمباريات المقبلة وبنقدر نسجل. نحن عندنا مشكلة بموضوع التسجيل لازم نحلها للمراحل المقبلة. يعني فريق العهد ربح هون 1-0، بس كان نجم المباراة حارس مرمى العهد. اليوم النجمة ما ربح، الأسبوع الجاي فريق الأنصار. صحيح، الأسبوع الجاي فريق الأنصار. رح نسعى كل جهدنا تكون المباراة ببعلبك على المدينة الرياضية إذا تمكننا من هذا الشيء، إذا لا بنلعب بالنبي شيت. ولكن أهلا وسهلا بالأنصار وأهلا وسهلا بكل الفرق، نحن بنرحب فيهم بالبقاع، والحمد لله قدمنا اليوم يعني شيء يليق بمنطقة البقاع، يليق بناسنا، بيدخل الفرح والسرور لأهلنا، وبيثبت مرة جديدة أنه البقاع هو بقاع المحبة، بقاع الخير مش بقاع المشاكل. وهيدي أكبر دليل اليوم، هيدا الوجود الجمهوري الكبير بالمباراة، والأم تي في كانت شاهدة على الموضوع بحضوركم. نحن رئيس بدنا نشكركم على حسن الضيافة، على الاستقبال الحلو، على التشجيع الحضاري، على هالمنطقة الحلوة كتير يلي شوي إعلاميا ما أخدي حقها، بس كلمة حق تقال، عندكم فريق بينرفع الراس فيه، وإن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق بالمباريات المقبلة. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. وأنا بس بالآخر بختم اليوم ذكرى وفاة بي، بوجه له تحية لروحه الطاهرة، وبشكر الام تي في وبشكر كل مين دعمنا وكل مين عم يدعم فريق البقاع ويوقف بجنبه، وان شاء الله الايام المقبله بتثبت انه البقاع بيستاهل كل خير وكل محبه. شكرا لك. شكرا. فاذا هيدي اجواء كانت مباراه البقاع والنجم اليوم عم يتعادل، عم بيخسر صداره الليحه لصالح فريق العهد. لهون نوصل نحن وياكم لختام نقلنا المباشر من بلده النبي شيت البقاعيه. شكرا لكل اللي تابعونا، موعد جديد نعطيكم اياه بكره ان الله راد بصيدا مع مباراه الانصار والغزيه بختام الاسبوع السادس من دوري الفا للفوتبول. الى اللقاء. Thank you.